بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالأخوة والأخوات والأساتذة الكرام في هذه الندوة حول علم الكلام. عندما أرسلت الدعوات جاءت بعض ملاحظات من الناس. هناك من يقول، هناك من قال أتجمعون الناس لمثل هذا الموضوع؟ في أذهان العباد أن علم الكلام من الكفر البواح. والدكتور أحمد الآن قال لي بمن تبدأ من يمين، قلت لا أدري هل هناك يمين في علم الكلام؟ على كل رحب بالدكتور لطفي، مرحب به ورحب بالدكتور أحمد مونة في هذا الموضوع، هو علم الكلام بين إرهاصات الماضي وتطلعات المستقبل. طبعا سيكون في حديث حول طبيعة هذا العلم، حول يعني ماهية هذا العلم، يعني كيف تطور. وطبعا السؤال الأكبر هو هل هذا العلم قابل للتجديد أو أنه قابل للاستمرار حتى، وماذا يقابله؟ لو يعني لو نقرب المسألة ونقول ما هو علم الكلام اليوم، ما هو العلم الذي هو أقرب ما يكون إلى هذه التسمية. طبعا هي التسمية الآن أصبحت لا تجدها إلا في الجامعات، في الجامعات الإسلامية عموما، يعني هذه التسمية بدأت تختفي إلى حد ما، في حين أن كلمة الفلسفة مثلا حاضرة، رغم أنها هي علم الكلام هو جزء من المباحث الفلسفية. أكيد أنه سيكون في حديث حول طبيعة هذا العلم، حول تطور هذا العلم، حول إمكانية أن يستمر أم لا، ولكن كذلك حول ما الفائدة من الحديث عن علم الكلام. كلمة للأخوة الأساتذة، ونبدأ إن شاء الله بالدكتور لطفي، ونثني بعد ذلك بالدكتور أحمد، ونمر بعد ذلك إلى الحوار حول هذا الموضوع. فليتفضل الدكتور لطفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السيد العزيز حال الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. سيفوتني في البدء أن أشكر أسرة المعهد على ما قدموه لنا من حسن الضيافة والحثوة، بارك الله فيهم جميعا، وأيضا على الطلبة وحرصهم واستعدادهم لمعرفة هذا العلم. نعم، لأني أشرفت منذ يومين تقريبا، يومين، ولاحظت إصرار الطلبة على معرفتي أو على حرصهم على معرفتي ما فاتهم من علم الكلام. علم الكلام، أولا سأبدأ ربما بخلاصة صغيرة قبل أن أشرع في المحاضرة. خلاصة صغيرة هي أعرف بها المفهوم ثم الأدوار التاريخية. أنا عندما نقول علم الكلام أو نقول علم العقائد أو نقول علم التوحيد أو نقول علم أو الفقه الأكبر أو علم النظر والاستدلال، هذه الكلمات كلها هي كلها تحوم في حق واحد، تحيلنا في الحقيقة إلى ثلاثة محاور. المحور الأول الذي يحيلنا ليه هذه الكلمات هو فقه علم، معنى ذلك أن علم الكلام له وظيفة معرفية، فقه يعني عرف، علم أدرك، فقه، لأن أبو حنيفة سميه الفقه الأكبر. ثم هناك كلمات أخرى تحيلنا إلى موضوع هذه المعرفة، التوحيد، العقائد، كل هذا معنى هذا أن هذا العلم له أولا منهج معرفي، ثانيا له موضوع، المعرفة والموضوع. ثم علم الكلام هو علم النظر والاستدلال. لما نقول كيف نؤسس علم الكلام، الكلام مع ماذا؟ مع النظر والاستدلال، أو الكلام مع الدليل، مع إقامة الدليل. لو لم يكن كلام مع دليل لم يكن هناك علم الكلام. فالكلام يتأسس على كلام مع دليل، كلام مع الاستدلال. هذا تقريبا يعني عموما إن عرفنا مختلف التسميات لعلم الكلام. ثم أمر الآن إلى كيف تأسس هذا العلم. ربما يطول الوقت حول الأسباب ومن نشأ إلى غير ذلك، ربما سألخص نشأته
تحديدا مع أبي حنيفة عندما كتب حول الفقه الأكبر طبعا، ويقصد بذلك طبعا أي الاهتمام بالنظر ما معنى الفقه الأكبر، أي دون الفقه الأصغر اللي هو المعاملات العبادات، بل الاهتمام والتركيز على الجانب النظري الأصولي. ثم من بعد أبي حنيفة ننطلق إلى بداية الكلام فعلا في عصر التدوين في القرن الثاني، خاصة القرن الثاني للهجرة، مع عصر التدوين، مع بدأ أو نشأ الكلام تحديدا مع شيوخ المعتزلة في ردهم على بعض البدع التي ظهرت آنذاك، بدأت الجهمية والقدرية وغير ذلك، فظهر طبعا واصل بن عطاء وسهره والنظام وغيرهم. هذا تقريبا التطور الأول لنشأة علم الكلام. بعد ذلك طبعا تحول أو عرف علم الكلام تحولات عديدة. عندما انقضت الدولة الأموية وذهبت الدولة الأموية التي كانت قد قتلت كل من عارضها تقريبا، وخاصة من أصحاب هؤلاء البدع، وهناك من قال ربما هؤلاء مثلوا علم الكلام السياسي، أي المعارضة السياسية في شكل ربما كلام، في شكل يعني عقائدي إنما خلفيته سياسية. ولو أن الجهم ابن صفوان هذا الذي يدعي بالجبر قد مات أو قد قضت سلطه ويدعي الجبرية، رغم أنه يعني يوافق مذهب الدولة، معنى هذا أن ربما الأغلب أن هذه شكل معارضة في الحقيقة. بعد ذلك أو بعد انقراض الدولة الأموية جاء أو انتقل إلى الدولة العباسية. في بداية الدولة العباسية خاصة مع هارون الرشيد تبنى يعني علم الكلام أو تبنى مقولات تحديدا الفقهاء أبو حنيفة ومن تبعه حول هذه المسائل. ثم لما بعد الرشيد جاء ابنه المأمون، عندما أقول المأمون هنا يبدأ علم الكلام تحديدا في الإشعاع والازدهار والترجمة، وازدهر خاصة مع المأمون في حركة الترجمة، ونعرف كيف تبنى المأمون وجعل المذهب المعتزلي هو عقيدة الدولة، ولاحق كل الحنابلة والمعارضين ونعرف محنة الحنابلة غير ذلك. الطور الثالث تقريبا يبدأ طبعا عندما أقول يبدأ مع المتوكل. المتوكل هذا طبعا هو في الدولة العباسية كان قد في ذلك الوقت طبعا قد ظهر الفكر الأشعري وبدأ في معارضة المعتزلة، فتبنى المتوكل مقولة الأشاعرة وعلم الكلام الأشعري السني، وبدأ يلحق المعتزلة بالعكس، بل كما رأينا سابقا دارت الدوائر على المعتزلة، وشجع المتوكل طبعا على الكلام الأشعري. ونعرف أن بالنسبة للأشعري بالطبع أسس مذهبا يقوم على الجمع بين النقلي والعقلي، حتى وهذا المذهب في الحقيقة سيستمر مع البقلاني في بعده. ثم هنا سنمر إلى نقلة معرفية جديدة بدءا بالجويني، خاصة البقلاني ثم الجويني في القرن الخامس تقريبا، في نهاية أو نهاية القرن الخامس. الجويني طبعا كان ينتمي للمدرسة القديمة، مدرسة الأشعري ونقده للمعتزلة واعتمادهم على الأدلة العقلية إلى غير ذلك. فجاء الجويني طبعا أراد أن يضيف شيئا جديدا على من سبقه بمقولة بأن بطلان الدليل لا يؤدي إلى بطلان، لأن هناك مبدأ قال به الأشعري وقال به البقلاني أن كل أن الدليل والخلق يدل على الخالق والدليل يدل على المدلول، وإذا بطل الدليل بطل المدلول. فقال الجويني أو أبطل هذه القاعدة بدعوى أنه يمكن أن لا نبطل المدلول بغياب الدليل، لأن الخلق يدل على الخالق، وأن غاب الخلق هل يغيب الخالق؟ لا. ففتح بابا نحو الذهن أو نحو الإمكان، ومن هنا أسس الجويني للإمكان. بعد أن جاء الجويني بطبع سيتسع الأمر مع الغزالي، المدرسة الأشعرية نعم، سيتبنى الغزالي ويتبنى والمنطق، خاصة سيتأثر الغزالي بالمنطق الأرسطي، ولو أنه
قام بنقد من سبقه من الفلاسفه المشائين خاصه من الفارابي وابن سينا وغيره. ثم طبعا نعرف ان الغزالي سلك يعني بقي وفيا لمؤسس المذهب للاشعري. ثم الغزالي بعده سنمر بالطبع الى طور المتاخرين، كما كان الجويني والغزالي الحلقه الوسطى بين المتقدمين من الاشاعره والمتاخرين. طبعا عندما اقول المتاخرين بعد الغزالي اتحدث هنا عن الامدي وعن الايجي وعن التفتزاني وعن الجرجاني وعن ابن خلدون، خاتمتهم تقريبا الجرجاني، الجرجاني جاء بعد ابن خلدون تقريبا حتى القرن التاسع للهجرة. المتأخرون بالطبع واصلوا في التصالح مع الفلسفة ومع المنطق، وسنرى ذلك. هذه خلاصة تقريبا. طبعا في تلك الفترة في القرن التاسع سيأتي ابن خلدون بالطبع ليجمع لنا فكرا سنيا اشعريا او التمذهب، ابن خلدون انتصر للتمذهب السني بصراحة على وفق المذهب الاشعري، وجمع وحال ورد وقام بنقد من سبقه بطبع، ممن سواء كان من المعتزلة خاصة او من الحنابلة خاصة في عهده، وقد شاع سيتهم وبدأ نفوذهم يكبر، فأراد ابن خلدون ان يضبط المذهب، وفعلا كان هو الذي ضبط عن هذا المذهب، حتى ان الجرجاني قد قام بتراجع او قام بنقد الايجي لان الايجي توسع وذهب نحو الفلسفه والمنطق، فجاء الجرجاني لكي ربما يراجع. المهم انا وقفت عند القرن التاسع، وقفت عند متاخر الاشاعره، ولو ان المحاضره في الحقيقه انا سأبدأ لن أطيل عليكم إن شاء الله. تفضلت. أود أن أنطلق من هذه الملاحظة المنهجية. الدارسون للتراث الإسلامي طبعا صنفان. صنف يدرس التراث وقضاياه ثم يتخذ مسافة عنه ليتمكن من حسن التقييم والمراجعة وتحديد المواقف الواعية والمتزنة دون تماس وتقديس. الصنف الثاني يدرس التراث ثم يتحصن بزاوية أو ركن من أركانه ويحسب نفسه دارسا للتراث، وقد أصبح هو نفسه جزءا منه كائن فيه، ويتهم الآخرين بالاغتراب في الحقيقة وهو مقترب في التاريخ. وأنا في الحقيقة اخترت أن أكون في الصنف الذي سيدرس التراث ويتخذ مسافة حتى لا أتحول الدارس أو المفكر إلى كائن، يعني كائن تراثي. يعني طبعا يجب أن ندرس التراث التراثنا هذا الكلامي والفلسفي ونتخذ مسافه. وانا اخترت ان اكون من الصنف الاول حتى لا نهجر واقعا راهنا ولا نعطل العقل والشهاده على التاريخ. المتكلمين في اواخر حياتهم يعلنون توبتهم عن التكلم ويكتبون كتب يعملون فيها رجوع عن منهج المتكلمين. فلماذا نبرر هذه المواقف؟ هل كان علم الكلام علما مستهجنا الى هذا الحد؟ وهل كان بقية المتكلمين من علماء المسلمين على ضلالة ومنكر من القول؟ وهل دعوتنا اليوم إلى إعادة الاعتبار لعلم الكلام هو دعوة إلى الضلالة والأهواء كما قال أستاذي سابقا؟ الأسئلة الكثيرة والكتابات في الغرب تتفاوت بين المنتصرين لعلم الكلام وبين الزاهدين وبين الجلادين، لكن لن أنخرط في معركة السجال بين المادحين أو الذمين. وأقول كدارس والقول يلزمني أنه باستثناء الرد على المناوئين من أرباب الديانات القديمة وشبهات أهل الكتاب، فإن علم الكلام غرق في معارك وهمية أو أقول جانبية، حيث أراد أن ينتصر للفرقة الناجية. عندما قلت سابقا انحصر الصراع بين المعتزلة بين الأشاعرة ثم الحنابلة وتعلمون في القشيري وغير ذلك، فالفرقة أراد أن ينتصر للفرقة الناجية، فكانت الضحية الأمة وكان المنتصر شكون؟ الدولة السلطانية. ثم أراد علم الكلام أن ينتصر للمنطق، فكانت الضحية اللغة العربية لغة القرآن لغة البيان، وكان المنتصر الفكر اليوناني. وأراد علم الكلام أن ينتصر للفلسفة، فكانت الضحية الحقيقة الدينية الإيمان، وكان المنتصر أيضا الفكر اليوناني.
واحسبوا ان انبعاث علم كلام جديد لا يتاسس ولا يكون مشروعا الا بعد تصحيح مساره وترشيد اهدافه بعد تحريره من المعارك الوهميه التي لم تساهم الا في تمزيق جسد الامه وتفتيت كيانها الى كانتونات مذهبيه وطائفيه، والتي لم تساهم الا في تقويه الاستبداد السياسي وفي استقواء الاخرين، خاصه من اليوم الغرب وحدثته، ونحن ما زلنا اليوم نتصارع بين حنابل وشاعره. ادخل النت وشوف، شوف المعارك الوهميه القائمه والاتهام هذا وهذا، اتهم هذا وهذا، وهم من اهل السنه جميعا. إذن اولا، من الفرقه الناجيه الى الامه، وسانطلق هنا من حديث، الى اي حد يمكن الحديث عن تاسيس علم كلام جديد في ظل تاويل اثر المسلمون فرقه واحده ناجيه و72 هلك في النار؟ هذا الحديث اذكره لكم، افترقت اليهود على 71 فرقه، واحده في الجنه و90 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقه، الى اخر الحديث، اكيد تعلمونه، لن اطيل في الحديث فيه، وهناك في المحاضره بعد ذلك ربما تسلمونها هناك المراجع. فليس تشكيكا في هذا الاثر النبوي، انما كيف نعيد قراءه هذا الاثر؟ ان الدارس لكتب مؤرخي الفرق مثل مقالات الاسلاميين الاشعري والتنبيه والرد على الاهواء والبدع لابي حسين الملطي، والفرق بين الفرق للبغدادي، والفصل في الملل والنحل لخير بن حزم، والتبصير في الدين، وكل المؤرخات، كل الكتب يعني التي تحدث عن الفرق، وكل ما ذكرناه من هذه المؤلفات وما لم نذكره، يلحظ دارسها حجم التقسيم وتقسيم التقسيم الى ملل والنحل متصارعه، تدعي كل واحده منها انها هي الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره وغيرها في جهنم وبئس المصير. ولم يسلم من هذا التقسيم الرهيب حتى فضحيله العلماء مثل الشاطبي وابن تيميه وغيرهم كثير من مبدانا الصحيح والاخر على بدعه وضلاله. وهكذا في سبيل تخليص الفرقه الناجيه من الفرق الضاله والهالكه اهدرت طاقات واستنفذت جهود وأرحت الامه كوفاء السيد. واذا عدنا الى الاثر النبوي، فكيف نوفق بين الروايه والدرايه او بين النص والواقع؟ وكيف نعيد تنزيل هذا الحديث في واقعنا المعاصر؟ وما هي الابعاد الرمزيه لخطاب الافتراق والفرقه الناجيه؟ اولا، هذا الحديث رواه مجموعه من رواه الحديث وصححه بعض العلماء كما ذكرنا في الهامش ولم يرد في الصحيحين. ثانيا، هناك ضعف في اسناد هذا الحديث، حيث ذكر الشيخ عبد المتعال الصعيدي ان في اسناد الحديث محمد بن عمرو الليثي ومثله لا يحتج بحديثه الى اخره، وقال فيه الذهبي ايضا لا يحتج به منفردا ولكن مقرونا بغيره، هناك ضعف في الحديث. ثالثا، ان قضايا الاعتقاد لا يمكن اثباتها والاستدلال عليها بخبر الاحاد، لا سيما وفيه تحديد مصير اغلب الفرق الاسلاميه بالنار وبدخول جهنم، ومعلوم انه لا يخلد في النار الا المشرك الكافر، وان اريد مجرد الدخول فهو مشترك بين جميع الفرق، اذ ما من فرق الا وبعضها عصاة، وهذا الامر يخالف قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه. رابعا، انطلاق من هذا الحديث يكون اليهود خير من النصارى ويكون النصارى خير من المسلمين، لانهما اقل فرقه وشتاتا، وهذا يتعارض مع قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا كنتم خير امه اخرجت للناس. واعتقد ان هذه الايات تقرر ان هذه الامه هي خير الامم وانها اوسطها اي اعدلها وافضلها، فكيف تكون اكثر الامم فسادا وافتراقا؟ خامسا، ماذا نقول حول مصداقيه العدد 73؟ وهل ان افتراق الامه انتهى عند النسب المذكور ام سيستمر الى يوم القيامه؟ ثم ما صحت هذه الفرق وتسميتها المختلفة؟ وهنا هذه التسمية طبعا تسمية في الحقيقة أهل السنة والجماعة، في الحقيقة أنا لا أوافق على أهل السنة والجماعة، لأن التسمية سياسية، لما أقول منهج السنة والجماعة منهج، لأن عندما أقول أهل السنة والجماعة كانت تختزل الأمة في أهل، في فرقة، في جماعة، لا والبخير، فهو نكر، فما
فرصة هذه لكي نقف عند كلمة المنهج وليس أهل السنة والجماعة. هناك تسميات أخرى كثيرة للفرق وفي الواقع تعكس أبعاد سياسية. إذن فقد شكل هذا الأثر سواء كان صحيحا أو ضعيفا إشكالية كبيرة وخطيرة في الأمة الإسلامية، وكان من معطلات الفكر الإسلامي وشيء رئيسا للتفرق والتنازع، وأصبحت كل فرقة تدعي أنها الناجية وما دون هالك في نار جهنم. وأحسب أن هذا الأثر إن كان صحيحا فأن غايته دانة الفرقة والدعوة إلى لزوم جماعة المسلمين. لكن لماذا ليكون الحديث قد وضع لأهداف سياسية أو لتسويغ الواقع وعدم نكث بيعة الإمام والخروج عليه إلى غير ذلك؟ وهكذا يكون سلاح الفرقة الناجية قد استعملته السلطة ضد الفرقة المعارضة التي بمقتضاها أصبح المتكلمون من أهل الأهواء وكل المعارضين خوارج. وفي ونحن حتى اليوم الناس هذا وفي زمن ليس ببعيد كان كل معارض يدعي منهم من الخوارج. طبعا لا أتحدث عن الخوارج الجدد، إنما أتحدث حتى المعارضة الموضوعية دائما تتهم بأنها من الخوارج وأصناف الخوارج غير ذلك، طبعا عندما تعارض الإسلام الرسمي. وفي هذا الإطار هذا الأثر وما جرى عنه من تفرق يعتبر محمد عبد أنه لا يحدث تجديد ولن ينجح الحوار ولن ينتشر التنوير ما لم يتم التخلص من عقدة الفرقة الناجية. يقول طبعا هذا الكلام لمحمد عبد لأنها أصبحت على مر الزمن بنية ذهنية تتحكم في طريقة التفكير لدى المسلمين، كما ذهب ذلك أيضا حسن حنفي إلى التشكيك في صحة هذا الأثر السالف بدعوى معرضي لحديث لا تجتمع أمتي على ضلال. ولعل المسؤولية العظمى المنوطة بعهدة علم الكلام الجديد هو كيف يعمل على تحويل الخطاب العقائدي من خطاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى نجاة الأمة ونصرتها بين الأمم. وإذا افترضنا يقينا أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة بإجماع أغلب الدارسين، فكيف يمكن أن تحول دون التشظي والتجزأ في إطار هذه الفرقة التي اتهموا فيها الحنابلة الأشاعرة بأنهم ليسوا من أهل السنة أو العكس؟ وأنا وقفت على أكثر من موقع هذا يتهم هذا وهذا، ونحن من أهل السنة، لماذا التنازع؟ من المستفيد الأول من هو؟ السلطات الظالمة القائمة والمستعمر وغير ذلك، ونحن ما زلنا نبحث عن الفرقة الناجية. ثانيا طبعا المرحلة الثانية المنطق، وكيف اختلط الفلسفة أثر المنطق والفلسفة في علم الكلام، وبدأت أقترب من صديقي. المقصود بالخطاب المحدود هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه بشكل دقيق. إن شاء الله يكون الفرقة الناجية صديقي. مثل قولنا الأب والد الإبن، وبأن الإبن ولد الأب، والحد عند أرسطو كما تعلمون هو القول الدال على ماهية الشيء، تعريف الشيء، والحد عند أرسطو هو قمة العلم واليقين. لكن إلى أي حد تلتقي خصائص العقليات مع خصائص الشرعيات؟ فأرسطو اعتبر الله جوهرا ومحركا لا يتحرك وهو الصورة والعقل المحض، لكن هل يستقيم هذا التعريف مع المرجعية الأصولية عند المتكلمين؟ وهذا ما يفسر ويبرر موقف الغزالي من صعوبة تطبيق الحد في العلوم الشرعية، وذلك يرجع لطبيعة اللغة العربية التمييز بصفة الاشتراك الحقيقة المجاز، حيث يقول العقل مثلا لا تطمع أن تحده بحد واحد. بالطبع اللغة العربية حقيقة ومجاز، عندما يقول الشمس أشرقت الشمس، فرق بين أشرقت الشمس وبين الشعر عندما يقول قام الشمس تظللني من الشمس، طبعا يرمز إلى شيء آخر. فاللغة العربية تحتمل حقيقة ومجاز، وعندنا في القرآن في سورة الكهف يعني في قصة الجدار أيضا نسير ما الآية نستحضرها الآن، أبعاد رمزية كثيرة مجازية كثيرة في القرآن يعني. بالتالي الحد هنا مشكلة الحد مع البيان. وإذا عدنا إلى القرآن فالله سبحانه وتعالى قال الآية القرآنية وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، وقال تعالى قال فرعون وما رب العالمين، سأله عن الحد. إذن سأل هنا فرعون عن الحد، حد الرب، من هو الرب؟ هل أجابه موسى بالحد؟
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وما نلاحظه أن السؤال كان عن النهي وعن الحد، لكن الله سبحانه لم يجب بحد الذات. وأثاء الحدود المنطقية عند المتكلمين جعل أسلوبهم يطغى عليه الجدل والمناقشة والتحديد اللفظي والعناية بالتعريف الدقيق الصحيح والاعتماد على المقياس الفلسفية والقواعد المنطقية في الحكم بحسن الكلام أو قبح دون نظر إلى معاني الجمال وقضايا الذوق الأدبي والبعد البلاغي. لما تقرأ كتاب البيضاوي في توارع الأنوار تكيد لا تفرق بين فلسفة ودين، أو تقرأ إذن حتى المواقف بالنسبة للإيجي، كلها يعني قواعد منطقية في منطقية لغير ذلك. فخاصة الأشاعرة المتأخرين قد توغلوا في هذه المسألة مع فتح باب الإمكان. وطبعا أما بالنسبة للخلط بين مذاهب المتكلمين والفلسفة فهو كالخلط بين الماء والزيت، وهما لا يختلطان، لأن المتكلم يسعى للبرهنة على الحقيقة التي يملكها أصلا، بخلاف الفيلسوف فإن الحقيقة عنده مجرد افتراض يسعى إلى معرفته وهو لا يملك من الحقيقة شيئا، والارتقاء يصل إلى معرفتها ولا يصل، لأن المتكلم ينطلق من مسلمات. المتكلم صاحب عقيدة يعتقد ثم يستدل، بينما الفيلسوف إنما هو يبحث ليعتقد أو لا يعتقد. ومن أثار الخلط بين الدين والفلسفة أن علماء الكلام خاصة المتأخرين خاضوا في مسائل أقرب للفلسفة من إلى العقائد، كالبحث في الجواهر والأعراق وأحكامها وطبيعة الموجودات، مثل كتاب توارع الأنوار البيضاوي هذا، والذي انتقده ابن خلدون من خلال جمعه وخلطه لمسائل الكلام مسائل الفلسفة، وكذلك كتاب المواقف إلى غير ذلك. والدارس اليومي علم الكلام يحسبه مبحثا من مباحث الفلسفة. وفي الحقيقة شوف هم ماذا فعلوا الأوائل المتأخرين لما وجدوا نقدا من الفقهاء، عرفوا ابن الصلاح حرم واعتبر مدخل الفلسفة شر ومدخل الشر شر، فأرادوا أن يمارسوا علم الكلام من داخل الفلسفة، أو عفوا أن يمارسوا الفلسفة من داخل علم الكلام حتى يتقوا شر تبع الفقهاء والسلطة إلى غير ذلك، فوقعوا ربما في المحظور إلى حد ما. والدارس اليوم لعلم الكلام يحسبه بحث من بحث الفلسفة، وأول من تفطن هذا الخلط الإمام الغزالي وابن خلدون الذي يقول في المقدمة: الفيلسوف ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن، والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل. وننظر ونظر الفيلسوف في الإلهيات إنما نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته، ونظر المتكلم هو في الوجود من حيث يدل على الموجد. وهذا طبعا فرق تحديدا بين الإيجي وبين الغزالي. علم الكلام هو البرهنة على الوجود، يعني الاعتماد على ما الموجود، أي ما وجد في القرآن والسنة أو على الوحي، بينما الإيجي ذهب لم يلتزم ذهب حتى خرج عن النص إلى الفلسفة، اعتمد على بديهيات منطق ليبرهن على العقيدة، ففتح المجال أمام المنطق. وطبعا هنا فقد ربما النص هيبته البيانية إلى حد ما. والمطلوب اليوم بالنسبة لعلم الكلام الجديد هو العمل على تفكيك الحقيقة الدينية عند المتكلمين عن الحقيقة الدينية عند الفلاسفة، لأن الحقيقة في المفهوم الإسلامي، وأعيد الحقيقة في المفهوم الإسلامي، هي مطابقة ما في الأذهان لما هو موجود في الأعيان، وليس مطابقة الحقيقة لعالم المثل المجرد أفلاطون وأرسطو أو الفيضاوي، أو مطابقة الحقيقة للجواهر دون الأعراض عند أرسطو. وهذا ما دفع كثير من الفلاسفة أو فلسفة المسلمين مثل الكندي والفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن ماجة وبرشد القول بأن الحقيقة لا تدرك إلا عن طريق البرهان، مع أن المنهج المتكلمين يقوم على الجدل والحجاج والبيان. وكما قال ابن خلدون: إن ميزان الذهب لا نزن به الجبال، لأن حقيقة الغيب تظل فوق كل برهان، والبرهان الرباني فوق كل ذي عقل وحكمة. قال تعالى: لولا أرآ برهان ربه. أختم فأقول: علم الكلام وشهادته على العصر. الانتقال بعلم الكلام من الملية أو من المذهبية أو من الحدية إلى الشهود كيف؟
ما معنى الشهودين؟ كيف يكون علم الكلام شاهدا على عصره؟ كيف تكون أنت شاهدا على عصرك؟ أي أن نعيد تقديم الله للإنسان، لأن كما قلت سابقا هو بحث في الإلهية، بحث في النبوة، بحث في السمعية. ولو أن الفلاسفة ذلك أو المعتزلة وكل من مال العقل أضاف دقيق الكلام إلى جليل الكلام، المهم كيف نعيد تقديم الله لمن؟ للإنسان اليوم، دون تمذهب ودون تمنتقد، دون تمذهب اعتزالي أشعري لأدري حنبلي، ودون أيضا تمنطق، كما قدم الله نفسه في صدر الإسلام وفي عهد النبوة دون إثبات، وكما قدم الله الأنبياء جميعا عن طريق الوحي والمكاشفة والتجلي في الكون من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه أعلن عن نفسه من خلال حياتنا وحركتنا وجودنا، والمطلوب أن نعلن وجوده سبحانه من خلال نفس الأسباب التي لامست فيها لحظة اللاهوت الناسوت. فالتوحيد هو فعل من أفعال الشعور يعكس الحركة والإحساس ويدل على جوهر ثابت ومحرك ولا يتحرك. وكذلك شأن علم التوحيد لا يجب أن ننظر إليه كنظرية موروثة في الذات والصفات والأفعال، بل هو حركة وحياة في الشعور. يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيجب أن نتحول من الله كذات كصفات وهكذا نبحث في هذه المسائل المجردة. فالله هو الحي، أي أن تعيش لحظة الله، عش لحظة الله، هذا من هو هذا الحي القيوم، لا تعيشه بذهنك مجردة. ونحن اليوم طبع أنه خب تعيشه في ذهنها ولا تعيشها في مشاعرها وفي إحساسها وفي قلوب في قلب ربما العامي تجده أقرب إلى الله من أصحاب من النخبوي. لماذا؟ لأنه يعيشه متحركا فيه، داخلا فيه، حيا فيه، وليس يعني يدرسه يعني كأنه يبحث من مباحث الفلسفة. سمحني صدقتي سأختم الآن. الإنسان والتاريخ، نتيجة الاغتراب في الإلهيات واغتراب التاريخ في السمعيات وعلماء التوحيد لا يدركون التجديد بمواصلة الخطاب الدفاعي المذهبي وإعادة طراء الموروث الجدلي العقيم، وإنما بإعادة قراءة جدل التنزيل والتأويل وفق المشددة الفكرية والسياسية والاجتماعية لتحقيق الشهودية على العصر. لأن العالم وخاصة علماء التوحيد إذا لم يكن شاهدا على عصره ولم يقف في ساحة الكفاح الدائر فليكن ما يشاء مصليا أو شارب الخمر في الحناة، فكل الأمر فكل الأمرين يصبحان سواء. وأحسب أن الشهادة على العصر كما جاء في القرآن، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وهو العلم قائم بالقسط. فالمطلوب تجاوز التحديد المذهبي والفلسفي لعلم الكلام إلى التحديد الإبستيمي المعرفي يا جماعة، كعلم تخصصي. أؤكد على هذه الجملة وأنا دجا قمت بتصديرها، المطلوب تجاوز التحديد المذهبي والفلسفي لعلم الكلام إلى التحديد الإبستيمي المعرفي كعلم تخصصي يعمل على جمع شتات الأمة وتوحيدها والنهوض بها. وهكذا يتحول علم الكلام الجديد من مقولات في العقل إلى منهج في العقل، من مقولات إلى منهج. وعندما نقول التحول من مقولات العقل إلى منهج العقل، يعني التحول من التقليد للاجتهاد أو التحول من التخندق حول التمذهب والتحزب الإيديولوجي الذي يعرقل المعرفة والإبداع والتجديد. والاجتهاد يبدأ من التحرر من تحديدات السابقين المذهبية. فالغزالي يرى أن علم الكلام مراد بالكشف عن تلبسات أهل البدعة إلى آخره إلى آخره. على كل لن أطيل عليكم، الخلاصة ختاما إن سمحت دقيقة، ما يمكن ملاحظته لهذه المداخلة المتواضعة هو التأكيد على أن مشروعية الكلام عن علم الكلام الجديد كعلم إسلامي أصيل لا يمكن أن يسجل حضوره اليوم وأن يواصل مهمته الثلاثية موضوعا ومنهجا وغاية إلا شردت المراجعة الجريئة لآليات هذا العلم التي باتت معطلة أمام هجمة العلوم الحديثة، وخاصة الدراسات الاستشراقية لأصول الدين والتي لم تزد رادعا علميا أصوليا يمكن ذكره إلا قليلا. وذلك لأن علم الكلام لم يتخلص بعد من الإرث المذهبي والطائفي
حيث بات الحقيقة المذهبية السنية أو الشيعية تغطي الحقيقة الدينية في بعديها الإنساني والكوني، ولا يزال الفكر الإسلامي المعاصر مرتهنا لأدبيات ثقافات الملل والنحل وخلفيتها السياسية، حتى أرحت الأمة الإسلامية فرقا متنازعة وموالين للجماعة أو خارجين عنها. كذلك لا يمكن أن نتحدث عن علم كلام شهودي جديد ما لم يتم تفكيك الحقيقة الدينية عن الحقيقة الفلسفية في بعضها البرهاني والغنوسي الغنوس، وذلك الاختلاف المفاهيم والمنهج والأهداف بين الحقيقتين. أما سبيل الشهادة على العصر فيبدأ بمواكبة علماء الكلام وأصول الدين للراهنية المعرفية الرهن والانفتاح على العلوم المعاصرة ومنهجها الحديثة، وبذلك يمكن اقتفاء سيرة محمد إقبال والأفغاني والنشار وطه عبد الرحمن وغيرهم الذين أعلنوا من المعرفة على المذهبية وسعوا إلى تجديد آلية التفكير الديني لمواكبة الحداثة. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. شكرا للدكتور لطفي. يعني كان يعني هناك نقاط واضحة في تقديري، يعني أنا لا أريد أن ألخص المحاضرة ولكن أريد فقط أقف عند نقاط أساسية. بدأ بأن علم الكلام منهج، هو منهج النظري والاستدلال، بين أنه قديما كان علما قاصرا لأنه غرق في قضية الفرقة الناجية فلم ينجو، واستعان بالفلسفة فأيضا يعني زاد الطين بلة. يقول أن العلم الكلام الجديد هو العلم الذي يهتم بالأمة ويجمع شتاتها ويهتم بالأمة الناجية وليس بالفرقة الناجية. دكتور أحمد، إذا كان علم الكلام هو منهج النظر والاستدلال، لماذا لا نسميه علم المناظرات؟ ولكن في نفس الوقت سأترد على الدكتور لطفي فيما يتعلق بالفلسفة، لأنه قال أن عالم الكلام يعتقد ويستدل. أعتقد حتى الفيلسوف يعتقد أيضا ويستدل، لأنه إذا كان ما الفائدة من علم؟ يعني في النهاية يريد أن يقنع الآخر بما تعتقد فقط. أعتقد أن علم الكلام يجب أن يكون الإنسان قادر على إقناع نفسه وإقناع الآخرين. تفضل دكتور أحمد، إن شاء الله. شكرا جزيلا. تكون إضافة مهمة في هذا. إن شاء الله إن شاء الله. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا شاكر غاية الشكر لمعهد الإسلامي للعلوم الاجتماعية بباريس ولقسم الدراسة العليا في شخص السيد محمد الدكتور محمد بن ناصر رئيس القسم، وطبعا أشكر السادة الزملاء الذين يحضرون معنا وطلبتنا. وبداية أقول، أولا ينبغي أن نحدد ما علم الكلام، لأن هناك الكثير من التعريفات تتعلق بعلم الكلام، ولعل هذا الجانب الذي تحدث عنه الأستاذ الفاضل سيدي لطفي هو أن علم الكلام ما علم كثير من الكلام. أنا سأقتصر على نصين، وهو تعريف ابن خلدون وتعريف الشائع المعروف. وعلم الكلام هو الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين عن ملة السلف وأهل السنة. وتعريف آخر هو تعريف شهير جدا كذلك، وتعريف الإيجي في المواقف، إنما يقول علم يقتدر به على الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة. فمن خلال هذين التعريفين يمكننا أن نقف عن ما يسمى المقومات التعريف. وأهم مقوم في هذين التعريفين وهو عنصر مركزي هو مفهوم الحجاج. عندما نتحدث عن علم الكلام، أنا لا أتحدث هنا للمحاضرة، هو علم الكلام وليس علم التوحيد وليس علم أصول الدين وليس علم الكلام، لأن هذه التسمية عندما تتغير تنقلب وجهة النظر إلى هذا العلم، فهو علم التوحيد باعتبار،
وعلم أصول الدين باعتبار، وعلم الكلام باعتبار. فنحن الآن باعتبار علم الكلام بما هو حجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة. إذا مفهوم الحجاج وهو مفهوم مركزي هنا، ومعلوم أن الحجاج ويدخل في صنف المنطق لارغيمونتاسيون. الحجاج هو ممارسة استدلالية الغاية منها هو إقناع الغير بقضايا يؤمن بها ويسلم بها طبعا المتكلم، كما قد يسلم بها أو لا يسلم بها المخاطب. هذا يبقى الأمر متعلق بالقدرات الاستدلالية للمتكلم. هذا الجانب المهم في علم الكلام بالنسبة في نظري وفي اعتقادي، والجانب الحجاجي، هو ما سأتناوله من خلال نقطة مركزية في هذا العلم، وهي علم الكلام بما هو حجاج، بما هو حجاج في نقطة واحدة، وهي كيف نظر علم الكلام إلى مسألة النظر، مسألة النظر في الخطاب الكلامي، مفهوم النظر. معلوم أن عندما نقول الحجاج والاستدلال في نهاية المطاف نحن نتحدث عن ما يسمى بالنظر، النظر في مفهومه المنهجي، في مفهومه المنهجي هو ماذا؟ هو كما يقول العلماء هو ترتيب اعتقادات أو ظنون يتوصل بها إلى اعتقاد أو ظن، أو هي كما يقال هي حركة الذهن من المبادئ إلى المطالب. من المبادئ بمعنى المقدمات، والمطالب هي النتيجة أو النتائج. إذا كان علم الكلام هو حجاج ونظر، والنظر هو استدلال، فالمسلم العادي هل هو مطالب بالنظر في عقائده؟ علما بأنني عندما نتحدث، هذا هو الجانب المهم، عندما نتحدث عن علم الكلام فنحن نتحدث عن العقيدة. ومعلوم أن العلماء عندما يعرفون العقيدة يبدأون باللفظ، فيقولون العقيدة الأصل فيها من العقد والربط والإحكام، بمعنى شيء يمسك عليه قلب الإنسان ولا ينفك بأي طريق من طرق التشكيك. معنى ذلك أنه إذا تطرق إلى المعتقد شك، أنت إذاك تتعبد الخالق وأنت ضام أو شاك في هذا التوجه الذي تتوجه إليه. معنى ذلك أنه أن مفهوم الدين إذاك قد يرتفع. عندي نص مركزي في هذا الأمر، وهو نص لابن خلدون يتحدث فيه، أنا أتحدث عن علم الكلام الأشعري خاصة، يتحدث فيه عن تطور علم الكلام الأشعري والمراحل التي قطع هذا العلم. فابن خلدون يحدد مراحل علم الكلام في مرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى ويصفها بأنها طريقة المتقدمين، طريقة المتقدمين. مفهوم المتقدمين هنا لا يحمل معنى قدح، طريقة المتقدمين بمعنى هو حكاية عن زمنية، المرحلة زمنية حتى لا يفهم بمعنى آخر. طريقة المتقدمين هذه كيقول أن كانت موسومة بنقطة مركزية، وهو أنها كانت محاذية أي مجاورة ومشابهة لمذهب السلف. أن طريقة المتقدم ومفهوم السلف، سلف الأمة، بمعنى المرحلة التي نسميها المرحلة الفاضلة التي تشكل المعيار الأساس لمعايرة كل المعارف الإسلامية فيما بعد. تميزت هذه المرحلة حسب ابن خلدون بثلاثة أمور. الأمر الأول هو أنها لم تكن تخلط مباحث الكلام طبعا الأشعري بمباحث المنطق والفلسفة، هذه السمة الأولى. السمة الثانية وأنها كانت تعتبر، هذه نقطة مهمة وهذا مدار كلامي، أنها كانت تعتقد التقليد في مجال العقائد مرفوضا، أمرا مرفوضا، لا تقليد في مجال العقائد. السمة الثالثة وهو اعتقادها، قد ذكر زميلي هذا الأمر، بأن بطلان الدليل موذن
موذن بمعنى أنه يجيز لنا القول ببطلان المدلول. ما معنى هذه العبارة؟ إذن السمة الأولى كما قلت عدم الخلط بين مباحث العقيدة ومباحث المنطق والفلسفة، الثانية التقليد مرفوض، أمر مرفوض، والثالثة هو أن بطلان الدليل يوذن يجيز لنا القول ببطلان المدلول. معنى هذه العبارة أنه لا، لأن في الاستدلال وسأفصل هذا، الاستدلال عندنا أمرين اثنين، جانب يتعلق بمواد الأدلة وجانب ثاني يتعلق بصور القضية الأدلة. الجانب الأول المتعلق بمواد الأدلة هي جملة المضامين التي تساغ وفقها القضايا، فتكون هذه المضامين إما مضامين سابقة وإما مضامين غير سابقة بمعنى كاذبة، هذا جانب أول. الجانب الثاني هو صور القضايا، بمعنى أن في هذا الجانب نلاحظ ونتتبع جملة العلاقات الاستدلالية القائمة بين القضايا التي تشكل مقدم الدليل والنتيجة التي تشكل نتيجة الدليل، بمعنى ننظر في صحة العلاقة الاستدلالية بين هذين الجانبين. ولكي يكون الحجاج على الشرط الذي ذكره ابن خلدون، لكي يكون حجاجا مقنعا تاما ناجعا، لا بد من أن يحيط بالأسباب والشروط المنهجية لإنتاج المعرفة، وهنا سببين رئيسين وهو مادة الدليل وصورة الدليل. إذن ما معنى عبارة أن بطلان الدليل يوذن ببطلان المدلول؟ هو أن الاعتقاد لا ينبغي أن يتوجه فقط إلى مضامين القضايا، إلى مواد القضايا، إلى القضايا في ذاتها، ولكن ينبغي أن يعتقد كذلك بأن العلاقة الاستدلالية متى لم تكن صحيحة ولم توفي بشروط المنطقية المعلومة فإنها تؤذن ببطلان الدليل الذي يبنيه المتكلم. إذن هي نوع من هو شعور بالحاجة الماسة للدليل في صورته البنائية، وليس للدليل كما هو شائع بين الباحثين بصورته العطائية. يعني الدليل في هذا المستوى ليس عطاء، وإنما الدليل بوصفه بناء. هذا أمر مهم جدا حسب طبعا هذا التصور. المرحلة الثانية، إذن هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية وتميزت، وهذه يطلق عليها ابن خلدون طريقة المتأخرين. إذن هنا تقابل منهجي ذكي، المتقدمين في مقابل المتأخرين. المتأخرون المرحلة الزمنية زمنية بالضبط، كانت سمتها الأساس هو بناؤها للمعارف العقدية وفق التصور المنطقي والفلسفي، بمعنى دخول آليات الفلسفة وآليات المنطق في هذا البناء العقدي. إذن على هذا النحو تصبح طريقة المتأخرين تؤمن بمفهوم النظر، مفهوما تجعل من مفهوم النظر مفهوما مركزيا في ممارسة أو في الاعتقاد كبناء وفي التسليم بالمعتقد. إذا كان الأمر على هذا النحو، معنى ذلك أن هذه المرحلة المتأخرة ستجعل النظر في مقابل التقليد، النظر في مقابل التقليد، معنى ذلك أن لا عقيدة في إطار التقليد، والعقيدة الصحيحة هي ما كانت مبنية بناء إن على المستوى المضموني المادي أو على مستوى الصورة الخارجية. التقليد إذا كان النظر كما قلنا هو هذا ترتيب معتقدات بمعنى مقدمات قطعية أو يقينية، ترتيب مقدمات، الترتيب اعتقادات أو مقدمات ظنية يتوصل بأي اعتقاد أو ظن، فمعنى ذلك أن التقليد سيكون مقابلا لهذا الأمر، فالتقليد لا نظر فيه ولا ترتيب فيه ولا استنتاج معه. إذن التقليد على هذا الأساس لا يمكن أن يؤسس للعقيدة. لماذا؟ يقول بأن التقليد هو تسليم، هو نوع من المعرفة لا جهد معه ولا اجتهاد فيه، لأن مبنى الاجتهاد
على إبداع واختراع الدليل أما مبنى التقليد فهو على التسليم بدليل الغيب واعتقاده دون ما تبين للأدلة التي وفقها بني هذا الدليل أو على أساسها استنتجت هذه النتيجة. معنى ذلك أن مفهوم النظر في الخطاب الأشعري، طبعا أنا سأركز على جهة المغرب، المغرب كان يؤكد على أن النظر في العقيدة واجب ضروري. هنا سنأخذ بعض الأقوال التي قالها علماء الأشاعرة في الغرب الإسلام. مثلا أنا سأأخذ بعض الأقوال كيقول النظر العقلي فرض عيني على كل مسلم ومسلمة، كان عالما أو جاهلا، كان قادرا على الفهم والإدراك أو غير قادر. طبعا عندما نقول فرض عين ينبغي أن نستحضر هنا جانب الفقه، معنى ذلك أن النظر ممارسة الاستدلال في بناء العقائد ليس فيه فرض كفاية، يتعلق بالأفراد، بمعنى أن كل فرض يصبح مطالبا ببناء عقيدة على النحو التي تسمح له بمعرفة خالقه على الوجه الذي يرضاه. في هذا السياق سأحكي لكم مسألة أو نازلة وقعت للشيخ أبي عمران الفاسي، وكان نزيل تونس ومغرب، نزيل تونس. جاءه بعض الناس يسألونه، وكان عالما كبيرا. طبعا هذا أبو عمران الفاسي توفي سنة 430 للهجرة. قال له أحدهم: يا شيخ، هل الكفار يعرفون الله؟ فسكت وسألهم هو سؤالا، قال لهم: ترى إن جاءكم شخص يسألكم عن أبي عمران فقال لكم من أبو عمران، هل تعرفونه؟ فأجبتم: نعم نحن نعرفه. فسألكم سؤالا ثانيا فقال لكم: وماذا يصنع أبو عمران؟ قلتم له: إنه يبيع الحنطة في السوق. هل أنتم تعرفون أبا عمران؟ قالوا بهذا الجواب: نحن لا نعرفه. كذلك حال الكفار، فمن لا يعرف الله بذاته وصفاته وأفعاله التي وصف بها هو نفسه فكأنه لا يتوجه إليه في العبادة. الذي يستفاد من هذه النازلة هو أن عبادة غير العارف، لا نسميه جاهل، غير العارف بماذا؟ بصفات الله تعالى، أو الذي ينسب لله صفات ليست له أو لا تليق بذاته العلية، فمعنى ذلك أن عبادته تكون عبادة باطلة لأنه لا يتوجه لله تعالى. ما هي القاعدة التي استفادها العلماء من هذه النازلة؟ يقولون: الجهل بالصفات يقتضي الجهل بالموصوف. ونحن نقول بأن العقيدة ما هي؟ العقيدة هي من الربط والإحكام على قضايا الإيمانية، ومن هذه القضايا الإيمانية معرفة صفات الله تعالى، صفات الذات وصفات الأفعال وغير ذلك. إذن من هنا يظهر حسب النظر الكلامي الأشعري بأن القول بوجوب النظر يشكل عنصرا مركزيا في هذا المذهب، المذهب الكلامي الأشعري. الإمام الباقلاني، الإمام الباقلاني في كتاب الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به يؤكد كذلك العبارة الآتية: أول ما فرض الله عز وجل
على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليها بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار. لاحظوا العبارة، عبارة ذكية، غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الظاهرة. معنى ذلك أن الباقلاني يميز هنا بين علمين اثنين: علم نسميه وهو مشتق من النظر العلم النظري، وهو كل علم يبنى بناء، وعلم آخر هو العلم الذي يسمى بالعلم الضروري، وهو العلم الذي لا يؤخذ استدلال. ولذلك أهل المنطق عندما يميزون يقولون: والنظري محتاج للتأمل، وضده هو الضروري الجلي. والنظري محتاج للتأمل وضده هو الضروري الجلي، بمعنى أن عندما نتحدث عن النظر نتحدث عن هذا الجل. فإذا هنا عبارات تتعلق بالاعتبار، مفهوم النظر، مفهوم الاعتبار، الاعتبار، وتعرفون بأن مفهوم الاعتبار هذا موجود كثيرا في علم الكلام، هو مأخوذ من فكرة العبور. وفكرة العبور هي فكرة متعلقة بالمنطق، لأن المنطق أصلا يقوم على مبدأ العبور، والعبور يعبر عنه المنطق، يعبر عنه المنطق بالانتقال، عملية الانتقال من المقدمات إلى النتيجة وفق قانون. فيكون إذاك الاعتبار هو عندما تعبر من أمر إلى أمر. ولذلك يقول الفقهاء: سميت العبرة عبرة لأنها مرور من حال الغير إلى حال النفس ليتعظ المرء بما يسمع، هو مرور. ولذلك الاعتبار هو هذا الاستدلال الذي يكون في هذا الانتقال من المعلول إلى العلة، أو من المسبب إلى السبب، أو من السبب إلى المسبب، أو من العلة إلى المعلول. كل هذه العلاقات تدخل في مفهوم الاعتبار. إذن والاستدلال بآثار قدرته هي الدليل الأنطولوجي المعروف في مجال الفلسفة، وأن الله تعالى ليس معلوما باضطرار ولا الذي لا يعلم باضطرار ولا يشاهد بالحواس. معنى ذلك أن بالضرورة ينبغي أن تبنى الاستدلالات في شأنه على نحو فكري، على نحو تدبري، على نحو استدلال. إمام الحرمين إمام الحرمين الجويني، ربما السيروت في أخذ الوقت حصة الأسد ولم يترك له إلا أنت قدمتني. نعم، أخرت نفسك. يقول الجويني رحمه الله، وتعرفون نص الجويني والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، وهو نص كان له أثر واسع في فكر الأشعري المغربي، يقول يقول: أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلو شرعا القصد إلى النظر الصحيح، إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. نحن الآن نحن لا، الأمر لا يتعلق بمفهوم البلوغ الفقهي بمعنى نضج البنى الجسمية الحية، لا، ولا الأمر يتعلق بنضج عقلي فوقه، بحيث إذا لم يحصل هذا النضج العقلي الديني العقدي فكأن الشخص لم يبلغ بعده، وبالتالي فإن تنزيل العبادة على غير معتقد صحيح يصبح تنزيلا على باطل، لأن يعني لا أساس إذاك للتدين. فإذا القصد ومفهوم القصد إلى النظر ليس هو النظر، قلنا النظر هو كما ذكر ترتيب، ولكن القصد إلى النظر هو التوسل أي امتلاكه أو الاقتدار على تعبيرات المتكلم، يعني الاقتدار، يعني لا فقط يعني أنتم قبل عند أذان العشاء فكروا إن بلغتم تذهبوا تصلوا، وإذا ما بلغتوش ما تصلوش، يعني حسب الكلام اللي في البلوغ الديني تشكت.
إذن أشكرك على الملاحظة سيدي محمد، لأن في أنا العرض هو 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 فقط هو لحظة للإنسان أن يكاشف الإنسان نفسه. نعم. وأنا أكاشف نفسي قبل أن أكاشفكم بهذا الموضوع، لأن مفهوم النظر مفهوم مركزي. وأنا سأرتب إن سمح طبعا الوقت وسمح السيد الرئيس، سأرتب على هذا نتيجة مهمة جدا هي في غاية الأهمية. هذا هو السر في هذا العرض، ليس هو الحديث عن النظر ولكن ما سيأتي بعد هذا الكلام. إذن التماس الأسباب، التماس الأسباب أي القصد إلى النظر هو الاقتدار، الاقتدار على التعاطي للعلوم المنهجية بحيث يستطيع إدراك المكلف، المكلف الذي نضج عقليا وليس فقط الذي نضج جسميا، نضج عقليا في بناء دليله على صحة إيمانه حتى يكون تعبده على النحو الذي يرتضيه ربنا سبحانه. هذا الأمر، هذا الأمر أدى إلى فتنة كبيرة. أنا لن أذكر كثير من 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 الأشياء لأن هنا، ولكن فتنة كبيرة ما هي؟ وأن بعض العلماء كفروا العوام، قالوا بأن العوام كفر، من لا ينظر في عقيدته كافر. هذه نتيجة مباشرة الآن، مبقاش فيها شك، كل من لا ينظر ولا يبني عقيدته فهو كافر. هذا دابا السنوسي، وتعرفون هذا السنوسي محمد ابن يوسف الملقب بأبي عبد الله السنوسي، هو من علماء القرن التاسع الشهير بعبد الله السنوسي. وتعرفون هذا عالم عبقري، لأن كتب نصوص كثيرة، وخاصة في العقائد كتب الصغرى الكبرى، العقيدة الكبرى وعقيدة الصغرى وعقيدة صغرى الصغرى وعقيدة صغرى صغرى الصغرى التي سماها عقيدة النساء. لاحظوا هذه الفكرة، النساء، لأن السر في بناء هذا النص كان هو امرأة اسمها خيرونة جاءت تسأله عن عقيدتها، فكتب نصا سماه عقيدة صغرى صغرى صغرى، فسماه عقيدة. إذن نحن أمام شخص يعرف ماذا يلزم في هذا الأمر. ماذا يقول؟ المقلد في العقائد لا يضرب له بسهم في الإسلام، المقلد في العقائد لا يضرب له في الإسلام بنصيب. النتيجة كنا نعتقد أن الجهل يؤدي إلى التفكير، صار قمة التفكير تؤدي إلى التكفير. ثم يضيف إن المقلد ليس بمؤمن. الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية بالعقد وهو الحق الذي هو أنه لا يؤد، وقد حكى ماذا يقول؟ وقد حكى غير واحد الإجماع فيه، لأن مسألة التقليد في العقائد هذه مسألة تكاد يكون فيها إجماع طبعا. ويضيف أن الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح، لأن حتى مفهوم النظر ليس بإطلاق، لأن مفهوم النظر عند العلماء المنهجية يقسمون إلى قسمين، نظر صحيح ونظر فاسد. فكلما استوفى النظر شروطه المنهجية والمنطقية فهو صحيح، كلما اختل شرط من هذه الشروط يسمونه بالنظر فاسد، معنى النظر فاسد أنه ترد به كل الأقوال وكل الاستنتاجات التي ينتهي إليها المفكر. هذا الأمر دابا الآن كيف سينتقل كلام السنوسي هذا إلى شخص آخر، وهو شخصية غريبة جدا، وهو الشيخ الفقيه. هذا الآن نحن في سنة 1090 للهجرة، وهو شخصية عرفت وهو الفقيه محمد بن عمر بن أبي محلي. هذا خرج في تقييد سماه تقييد في إيمان المقلد إلى تكفير أكثر طلبة، خرجنا التكفير مباشرة إلى تكفير أغلب أكثر طلبة العلم في عصره خلال الفتنة التي سميت بفتنة الطلبة. هذا الموقف الذي اتخذه شنو كيقول؟ هو كان يسأل الطلبة، طلبة العلم وكذا، كيقول هم يحفظون نصوص السنوسي ولكن لا يستطيعون الاستدلال عليها، بمعنى أنهم يحفظونها كمقولات
ولكن لا يستطيعون توظيف هذه المقولات العقدية في بناء نسق متماسك بحيث يعبر عن المعتقد على وكيف يظهر هذا؟ يظهر هذا من التعريف الذي وضعناه الأول للعقيدة، وهو أنها لا تنفك بأي طرق من طرق التشكيك ولا العام أو الطالب أو كذا، عقيدته تنفك ليس بأعقد بل بأبسط طريق من طرق التشكيك، تجد أن الشخص يرتبك في شأن عقيدته. فكفر الجميع وكانت فتنة كبرى في القرن الحادي عشر، طبعا حدث في المغرب. سيأتي شخصية أخرى علمية وهو الشيخ المبارك بن محمد العنبري السجلماسي المتوفى سنة كذلك 1090، والذي كتب ردا على هذا محمد بن يوسف، كتب كتاب تقييد في إيمان المقلد. الثاني كتب العنبري كتب كتاب سماه الكشف والتبيين، في أن عبارات محمد بن عمر في تكفير أكثر طلبة عصره خارقة لإجماع المسلمين. أنا لن أتحدث عن مضامين هذا لأن مضامين طويلة. على ماذا يمكن أن نركز؟ هو أن العنبري رد عليه كيف؟ رد عليه بأن هذا الفقيه محمد بن عمر بن أبي محلي لم يفهم قصد الإمام السنوسي للتكفير، لأن قصد الإمام السنوسي هو لم يكن يتوجه إلى النتائج، وإنما كان تفكيرا استشرافيا. ما معنى أن تقول بأن العامي أو بأن المقلد أو الذي ينظر لا ينظر هو كافر؟ مضمون هذه العبارة هو أن مسؤولية تعليم أبناء المسلمين واقعة على المجتمع، وبالتالي فمن كفر منهم فإن آفات هذا التكفير ومسؤوليات هذا التكفير فإنها تؤول في الأصل إلا الذي قصر في بناء عقائد المسلمين وفي تمكينهم من آليات النظر. آليات النظر هو الجلسة العلمية التي نحن فيها، وكأن الإنسان يتعلم كيف يبني هذه العقائد حتى يسلم من التكفير. فلما لم يفهم عبارات ابن عمر شنو كيقول وهو يعبر عنها، ماذا يقول؟ يقول لاحظوا كيف، لأن هو يتحدث عن الأسلوب، كيقول يعني كان الطلبة في عصري يحفظون نصوص العقائد، ولكن ابن عمر قال لك لا يفهمون منها شيئا. وكأننا نتحدث عن مرحلة ساد فيها ما يسمى بالحفظ والاستظهار في مجال العقائد، وتعلمون أن الحفظ والاستظهار بدون آليات بيداغوجية أخرى، الذي يشتغل في مجال بيداغوجي يعرف هذا، وهي آلية الفهم وآلية التقويم وآلية الاستنتاج وآلية والتطبيق، هذه لا يمكن بتاتا أن يستطيع المرء بناء تصور حول هذه المسألة. إذن النقد السنوسي توجه إلى الآلية، حتى إن وجد بالنسبة لابن عمر محمد بن عمر هو يتوجه إلى الطلبة، ولكن الطلبة يحفظون ومع ذلك لا يستطيعون الاستدلال. إذن هنالك خلل ينبغي أن نتوجه إلى هذا الخلل من أجل إعادة فتح أفق جديد لبناء العقائد الإيمانية، حتى ينسجم هذا البناء مع مفهوم العقيدة الذي هو ذاك العقد وذاك الرب. إذن كيقول هنا كيقول أنهم لم يكونوا يعرفون شيئا إلى غير أنا مش يزدي محمد شوية عليه مسالي إلى الحسن اليوسي. أنا ما أختصر الحسن اليوسي، هذه جميلة. لما انتشر التكفير في هذا الزمان، هذا فقط لنعرف بأن التكفير دائما موجود، فقط التكفير تتعدد مستوياته ويتعدد. الحسن اليوسي ماذا يقول؟ يقول لأن هذا أبو علي اليوسي في كتاب المحاضرات من علماء القرن الثاني عشر الهجري 1100 شهر، يقول وقد اشتعلت فتنتهم. وماذا يقصد؟ يقصد فتنة التي قالها الفقيه محمد بن عمر ومن على شاكلته، حتى كادت تخرج إلى الآفاق كلها ثم أطفأها الله تعالى بفضله. ما هو فضله؟ فجاء الطاعون، الله حل المشكل بايش قتل هذوك الناس كاملين. فجاء الطاعون جميل عام 90 و1000، فاجتثت شجرتهم
من فوق الأرض فلم يبقى لها قرار. بمعنى أن يعني إحنا ما عندناش خيار من التكفير إلى الطاعون. لاحظوا الآن هذا الشوكل معنى ذلك أن واحد الوضع معين تربوي لا يمكن علاجه. إذا هذا الحل بالنسبة ليوسف يقول لك الله تعالى هذه من منته أنه نجانا من آثار هذا. الآن كيف عالج علماء الأشعرية بذكاء؟ هذا السيد محمد مهم بذكاء كبير هذا الأمر. إذا نحن قلنا بأن إيمان المقلد لا يجوز والمقلد لا يضرب له بسهم. ماذا قالوا؟ قالوا ينبغي إذن أن نفكر في أساليب أخرى لبيان بأن العامي أو المقلد كذلك. ماذا؟ هو أن هذا الشيخ مبارك العنبري استهدى بما أنتجه أقطاب المدرسة الأشعرية بالمغرب في إيجاد ليس مفهوم واحد للنظر، بل جعل النظر مراتب. ما هي هذه المراتب؟ قال بأن المراتب أن النظر يكون على مرتبتين اثنتين. المرتبة الأولى يكون فيها النظر مجملا، والمرحلة الثانية يكون فيها النظر مفصلا. فإذا النظر أو الدليل المجمل فهو من شأن العوام، أما الدليل المفصل فهو من شأن العالمين والعارفين. إذن أضحى هناك بالنسبة للعام إمكانية لأن يصبح كذلك في إيمانه دالا على طبعا. ويضيف إلى ذلك يقول ما هو هذا الدليل الجملي؟ يقول دليل الجملي هو أدنى من إيمان الخاصة من العارفين. لا هو أدنى من إيمان الخاصة وفوقه دليل آخر وهو الدليل التفصيلي. دليل التفصيلي ماذا يقصد؟ يقول دليل التفصيلي هذا خصه الله تعالى بأهل المكاشفة. يعني يتحدث عن المكاشفة في مرتبتين، المكاشفة بمعنى النبوة أي الذين كشف الله تعالى لهم هذه الحقائق، والمكاشفة بمعنى الثاني والمكاشفة فيهم الصوفي، وأن هنالك من أصحاب الكرامة الآخرة من يستطيع بالمجاهدة والتربية الروحية والتجارب من مثل هذه التجارب الروحية أن يصل إلى تحصيل هذه المرتبة من الإيمان، بحيث يصبح عندنا أربعة مراتب. مرتبة أولى مرتبة هي التقليد، ومرتبة ثانية هي المعرفة بالدليل الإجمالي أو الجمالي، والمرحلة الثالثة هي الدليل التفصيلي، والمرحلة الرابعة هي الدليل المعرفة بطريق المكاشفة. إذن يبقى الأمر بالنسبة للمقلد الذي لا يستطيع بتاتا بناء عقيدته على النحلة هو فقط المقلد، أما الطائفتين دليل الجملي فهو ممكن. إذن ويقول فالدرجة الأولى التي هي التقليد هي التي اختلف في إيمان صاحبها، يعني أنه لا إشكال متعلق فقط بمرتبة أولى دون الرتب الأخرى. طبعا يبين هنا أسباب لماذا هذا، يقول أن هؤلاء كيجيب سببين اثنين. أولا لم يتدربوا على العقائد ولم يمتلكوا أدوات لبناء عقائدهم. عندما نقول لم يتدربوا أو لم يمتلكوا الأدوات ولم يقتدروا على ذلك، معنى ذلك أننا نتحدث عن مؤسسات المجتمع، بداية مؤسسة الأسرة إلى مؤسسة التعليمية التي لم تكن تسلم فيه. أنا سأختم الآن. كاين عندنا كذلك هذا ابن خمير السبتي وهو من كبار أشاعرة المغرب، كذلك تحدث عن أصناف، قال سينفون من العوام نظرا جميلا فانتهى إلى الدليل الجملة إلى غير ذلك. شخص وهو من علماء كبار كان أستاذا لسعد الدين التفتزاني أبو مسعود كبار المحققين، وكان يسمى ضياء الدين القدسي. ضياء الدين القدسي لما وصلته هذه الفكرة قال عبارة، قال كان يخرج هذا ضياء الدين القدسي كان يخرج من بيته وكان يركب عادة دابة، كان يركب دابة وكانت له لحية طويلة، فإذا مشى تنقسم لحيته الطويلة إلى قسمين، فكان الناس عندما ينظرون إليه ماذا يقول؟ يقولون سبحان الخالق. فكان هو يرد والله إني أشهد
أن العامة مؤمنون بالنظر لأنهم يستدلون بالمخلوق على الخالق. قولوا قولي أنا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. شكرا دكتور أحمد. الحديث الذي تقدم به دكتور أحمد مفيد جدا لأنه يبين لنا آليات التكفير يعني، وهذه الآليات مهمة جدا. أنا فقط أريد أن أقطع النقطة، لماذا يتحول الكلمات مهمة جدا يعني، لو أخذنا بالنية الحسنة أنه هذا دعوة إلى العلم ودعوة إلى الاهتمام بالعلم، كان يمكن أن نضع في مكان التكفير الجهل، نقول من لم يعلم يبقى في حالة من الجهل، ولم وما كان يمكن أن تحصل هذه الفطرة. أثر الكلمات واختيار الكلمات مهمة جدا والمصطلحات يعني. لماذا حالة علمية نحولها إلى حالة دينية؟ لماذا عدم البلوغ العلمي نحوله إلى عدم البلوغ الإيماني؟ يعني كان يمكن أن نفرق بين الأمرين، أن الإيمان حاصل عند الإنسان لكن يمكن أن يكون عالما ويمكن أن يكون جاهلا، والجهل نستطيع أن نقاومه بالكسب العلمي، ولكن لا يعني ذلك التكفير. على كل حال مهم جدا هذه المصطلحات التي نستعملها أحيانا واستعملها العلماء على كل في. ولكن أنا أقول الدكتور لطفي، أنت قلت أن التجديد يجب أن نتخلص من التمذهب والتمنطق، ولكن دكتور أحمد لم يخرجنا من التمنطق. تفضلوا الآن نفتح المجال للنقاش والمحاورة. أرجو أن نختصر، رجاء أن نختصر تعليقا أو سؤالا. نبدأ باليمين. أي صلاح تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على الله. أولا أشكر أصدى على هذه المحاضرة القيمة والتي من النادر وحتى إحنا في المحز هنا أن نستمعنا إليها، وكانت من نوادر المحاضرات التي استمعنا إليها، لذلك أشكركم. فقط أنا سأحاول أن كتبت لاحظات كثيرة ولكن سأعاد نختصر بطريقة كبيرة جدا. تعريف ابن خلدون حينما قال أنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، أظن علم الكلام كان رأيي لا يجب أن يتوقف هنا. حينما تضيف قضية الرد على المبتدعة المنحرفين الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة، لأن كل يدعي أن السلف سلفه وكل يدعي أنه هو قد امتلك الحقيقة وأن الآخر هو المبتدع، وأهل السنة الحنابلة يقول نحن أهل السنة، والأشاعر الآن جدد أصبح الأشاعر الآن يقول نحن أهل السنة، والماتريدية يقول نحن أهل السنة وكذا. إذا دخلنا بهذا المنطق أصبح المذهب ينوب عن الأمة، أصبحت الفرقة تنوب عن الأمة، وأصبح المذهب ينوب عن العقيدة، عن الإيمان، العقيدة تنوب عن الإيمان عفوا، هنا مشكلة كبيرة جدا. هذا السؤال الأول، هل هذا التعريف حقيقة في هذا الجانب المزيد أليس هو أصلا مشكلة؟ ثانيا قضية لما تكلم الأستاذ لطفي على ثم تبنى السياسي الفلاني المذهب الفقهاء، ثم تبنى السياسي الفلاني مذهب المعتزلة، ثم تبنى السياسي الفلاني مذهب الأشاعرة، نحن لا نسأل لماذا تبنى؟ هل كان الدافع دافع ديني؟ هل كان الدافع دافعا معرفيا؟ هل كان الدافع دافعا دينيا؟ هل كان الدافع دافعا سياسيا؟ يجب أن نحرر هذه المسألة. والأمر الثاني، ونحن نسأل دائما حتى الذين ينتقدون يسائلون السياسي المعرفة والسلطة، نعم يسائلون ميشيل فوكو يتكلم عن المعرفة والسلطة، دائما يسائل السياسي، لماذا لا يسائل الديني المتكلم؟ لماذا قبل المتكلم أن يتحالف مع السياسي؟ لماذا قبل؟ هل هذا الدافع كان دافعا دينيا؟ هل دافع المتكلم الأشعري أو المتكلم الفقيه الأثري أو المتكلم المعتزلي كان دافعا سياسيا دينيا قيميا؟ لأنه لا يعقل أن يقف متكلم بسم الله الواحد القهار أن يتحالف مع واحد من أهل السلطان الذي عرف عنه أنه لا يتقي في دماء المسلمين إلا ولا ذمة. لا يمكن يكون الدافع دافع عن ديني. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث فقط تعليقا على أستاذ لما قال على حديث الافتراق، المشكلة اليوم أن أصبح حديث الافتراق أولى من القرآن، ولو أنه من حديث الأحاد وطرقه الثمانية أقواها هو حديث المروي عن أبي هريرة. حتى المروي عنه أقوى حجة عند أبي هريرة ما يقول قل أن الذي رواه أن الطريق موجودة أن رواته هم رجال مسلم. لكن من الغريب أن يسمع من العوام
اسمح لي كلمة العوام وإن كنت لا أحبها يفهم، لكن أن يتكلم متحدث أو أستاذ علوم شرعية ويقول هذا الكلام هذا من الجهل. لا يفرقون أصلا الأصول والفروع عند الإمام صحيح مسلم. فصحيح مسلم لم يكن يروي عن طريق محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا في المتابعات. هذا أقوى طريق من الطرق الثمانية. بالإضافة إلى أن أول من روي عنه هذا الحديث كان ناصبيا. ويحيى بن معين أصلا يقول عن ابن عم محمد بن عمرو الليثي كان القدماء يتقون حديثه. بالإضافة إلى أن الإمام الشوكاني ابن حزم ابن إبراهيم الوزير ضعفوا هذا الحديث. بل أن ابن الشوكاني قال في حالة ما إذا صحح بمجموع الطرق لن تسلم منه تلك الزيادة إنها ليست صحيحة بل هي موضوعة كلها في النار إلا واحد. هذا الناحية الحديثية. الحديثية اختصر يا صلاح. نقطة الأساسية فقط. اليوم بعض الناس يقول أن نحن المسلمون ماذا لنا اليوم؟ والله أنا عندنا نحن أعطانا الله أكبر فرصة. ما هي؟ أنه الوسائل التجريبية الآن كما يقول الإمام الأشعري فصل بين دقيق علم الكلام وجليل علم الكلام. دقيق علم الكلام أو نسميه علم الكلام النظري الطبيعي. علم الكلام الطبيعي الذي هو يتأسس اليوم بالمنطق الرياضي جودل وراسل وفرجي والجماعة الذي هو الآن أصبح ينظر للمنطق الأرسطي من باب تاريخ الأفكار يعني ديزيديا ليس علما. نزلنا نحن في المدارس الشرعية ندرس المنطق الأرسطي على أساس أنه علم يؤدي إلى اليقين. أولا، ثانيا قضية الميكانيكي الكمي ونظرية نسبية أينشتاين وكذا قضت على كثير من المقدمات النظرية في دقيق علم الكلام عند الأشاعر. يعني لو كان اليوم أي أشعري أي ماتريدي أي معتزلي أي حنبلي أراد أن ينتصر للحقيقة بعيدا عن التمطرس المذهبي لن يصدقه العلم ولن تصدقه الفيزياء. وأنا لا أتكلم عن الفيزياء النظرية، أنا أتكلم عن الفيزياء التجريبية، لا أتكلم عن الفيزياء النظرية الافتراضات، أنا أتكلم عن الفيزياء التجريبية. كثير من المسائل السببية الجسيم الأولية السيئية المعدوم صدق المعتزلة علم الكلام وكذب الأشاعرة في شيء معلوم إبستيمولوجيا وكذبهم كذلك وعكس المسألة أنطولوجيا. أنا أقول يجب الآن أن ننتقل، نحن في زمن التقدم المعرفي وما زلنا نحن ندرس مبادئ نظرية دقيق العلم الكلام الذي كتب في القرن الخامس. يعني هذا لا يعقل على أمة أن تصل إلى هذا المستوى من الوعي والانحطاط في الوعي. الأمر الآخر أنا أقول على الإصلاح أخيرا نعم ثلاث، أنا وسأختم بهذا، هناك ثلاث مداخل، هناك المدخل الإبستيمولوجي المعرفي، وأنا أقصد أن يصبح الانحياز العلمي الذي يحرر من التحيز والتمدرس المذهبي والتمدرس المذهبي. واحد، ثانيا يعني الآن الحمد لله عندنا المنطق الرياضي وعندنا الميكانيك الكمي والفيزياء النظر الفيزياء التجريبية تعطي لنا مدخل كبير جدا لإعادة النظر في دقيق علم الكلام لأنه هو القادر الوحيد على جمع المسلمين على علم كلام جديد. الأمر الثاني هو المدخل القيمي. ثلاث قرون لا نعرف كلمة العقيدة أصلا في أدبيات المسلمين، لأن كان المصطلح هو الإيمان، والإيمان هو الأمان وهو الأمن. العقيدة هو عقد الشيء بمعنى الانطواء على الذات ورفض الآخر. حتى العقيدة استبدلت الإيمان. الإيمان الجامع أصبحت العقيدة المفرقة، والأمة الجامعة والناجية أصبحت الفرقة الناجية. المدخل التاريخي، هناك كثير من المسائل التي هي اليوم تعتبر في العقائد وهي ليست في العقائد، هي قضايا تاريخية وقضايا سياسية. إذا من المدخل الأول المدخل الإبستيمولوجي، المدخل الثاني هو المدخل القيمي والمعرفي وتكون فيه الأساسية هي المحكمية الحاكمية القرآنية، المدخل الثالث هو المدخل التاريخي. هذه فقط، وأنا يعني أشكر الأستاذ وأشكر الجميع وأسف إذا كنت قد أطلت عليكم. نعم أضفت مواضيع أخرى نعم في غاية الأهمية لكن ليس هذا مجاله. حسن واثنين ونضيف ثلاثة من هنا، تفضل بسرعة يا حسن. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله للمنظمين وللأستاذين على أي أنا عندي نقطتين أساسيتين. نقطة فيما يتعلق بالحديث باعتبار كان لي بحث في هذا الحديث يعني الفرقة، وأحيلكم على كتاب الدكتور حاتم المطيري فتناوله بنوع من التفصيل حتى الإسناد، لكن لي فيه نظرات. اسمه دكتور حاتم المطيري، عنده
كتاب حديث التفرقة. نعم. ويعني تناوله بنوع من التفصيل في إسناده ومتنه وكثير من الأمور. أنا فقط أحصيكم فيه مجموعة من المعلومات حتى لا يكون مطار الجدل. أولا في عبر التاريخ اختلف العلماء في تصنيف هذه الفرق. واجتهدوا وحاولوا أن يوصلوها إلى 73 وما أفلحوا في قضية الدين. ثم ذكروا في ذلك مجموعة من الأمور. أولها الصنعاني مثلا ذكر أن الأمة المقصودة هي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة فقط. هذه مسألة نقطة مهمة. ثم الإمام الشوكاني في الحقادير وابن حزم وغيره وابن الوزير كما ذكر زميلي تقريبا يكاد يكون الإجماع على أن الزيادة الأخيرة كلها في النار إلا واحدة باطلة وموضوعة قال ابن حزم. يعني في هذا هب أن الحديث صحيح لكي نأخذه أنه صحيح ولكي نحاول أن نتقي أن يتعارض مع النصوص التي هي قطعية وواضحة الدلالة. أولا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي يعني يتحدث عن أمة هي لا تخرج هذه الفرق كلها عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع الذي ينبغي أن يبحث هو موضوع الاختلاف. هل تختلف عقديا تختلف فقهيا في أي موضوع الاختلاف ما دام أنها لم يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في سورة الحجرات الله يتحدث عن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. فالذي يأخذ هذا الحديث سيفا على رقاب الناس ويعتبر أن كلها في النار إلا واحدة هذا إشكال. ثم التفريق هذه قد تكون صفة مؤقتة وليست صفة دائمة للأمة. قد تكون في مرحلة زمنية ثم تنتهي هذه المرحلة وتعود الأمة. وحديث الخلافة في مسند الإمام أحمد موجود هنا. إذا لو كان هذا الحديث صفة دائمة لهذه الأمة على اعتبار أنه صحيح فينبغي أن نفكر في أن الأمر قد يكون مرحلة تاريخية تنهار فيها الأمة ويكون سبب انهيارها هذا الاختلاف الذي يؤدي بها إلى هذا الأمر. ثم هب أن حتى هذه الزيادة صحيحة فإنه قد يكون من باب الترغيب. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. هممت أن أحرق بيوت الذين تخلفون عن المساجد ولم يفعل. فهذه الأمور كلها تتعلق بمعنى أنه الآن مع كامل الأسف نقف عند ألفاظ دلالية لا يعني نسوغ مقاصدها حتى نعرف أنه حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أمته التي حكم أنها ستكون نصف الجنة بل ثلثي الجنة بل أغلبهم ستكون هم الذين سيكونوا منهم. ثم مسألة ذكرها الدكتور مونا التقليد في العبادة هذه طامة كبرى أخرى. والله في بعض الحال قد نسلم لبعض المقالات وإن كان العالم علامة وكبيرة وقد تكون له زلات. فكما قلتم من الأصل أن يكون العالم يعني يتنزع عن مثل هذه الأمور ولكن ربما إذا وصل العالم إلى ذروة معينة فإنه يرجع إلى درجة الصفر والدليل. في أغلب الأمور مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أليس هذا تقليد؟ لم يدعوهم إلى النظر. ألم نقلد النبي في الصلاة وقال لنا فقد صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل حتى صلوا كما أصلي أنا إننا لن نستطيع أن نصلي كما يصلي ولكن نصلي كما نراه يصلي. فقال خذوا عني مناسككم. أغلب المناسك في الحج مثلا نفعلها تقليدا وليس فيها نظر ولا أمور. حتى عمر قال وهو يقبل الحجر الأسود لولا أني رأيت النبي قبلك لما قبلتك لأنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن أن نأتي بمقالات بعض العلماء ونحكم على والإشكال أن 99 في الأمة عوام. إذن فربما هذا الفكر هذا يؤصل للحديث الذي ذكره تفرقة. والله أعلم. وشكرا حسن. يلا تفضلوا من هنا بجهة هذه. لا أرجع لا أعود. تفضل. لا تفضل. شكرا على هذه المحاضرة القيمة. قد امتعتم اذهاننا
وحركت فينا يعني هذا مادة التفكير والفكر. فقبل كل شيء يعني تمدأت يعني أضافنا الأستاذ لطفي يعني حلاوة علم الكلام وإيجابياته وشوقنا إليه وإلى أسلوبه يعني ويعني متعنا بالجانب الإيجابي في علم الكلام من خلال محاضرته. يعني هذا يعني بالنسبة للدكتور لطفي. ولكن مع الأسف يعني وقعنا في إجراءات الماضي وما تبخر به علم الكلام من يعني سلبيات وتأويلات مع الدكتور أحمد للأسف، لأن هذه هي وقع المحاضرة من خلال يعني هذا ما يقول إليه إن خرج عن نطاقه من الوقوع في التأويل أو الوقوع في التكفير أو الوقوع في التفريق وتفسير الآخر. هنا السؤال يعني، فإذا سألتم فاسألوا خبيرة وأسأل الدكتور أحمد. كيف يمكن من خلال يعني علمكم بهذه الإيجابية هذه السلبيات وهذه الـ 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 هذه السلبية هذا أستطيع أن أقول هذا بين قوسين هذا مستنقع الكلامي الذي مرت به الأمة يعني في يعني في 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 عصرها من عصر من نقول من القرن الرابع إلى التاسع أو العاشر. كيف السبيل إلى تحسيننا نحن كمستحاضر وتحصيل أبنائنا أيضا كمستقبل من خلال تصفية أو إيجاد مفهوم آخر لتعريف علم الكلام بأسلوب يعني مرن سهل مبسط، لأنه كثير لأنه العلماء قبل يعني في تعريفاتهم أو في شريحاتهم، فمن اطلع على كتبهم يعني يخرج بلا فائدة يعني حقيقة يعني لا يستطيع أن يفهم ولا شيء يعني. فمن خلال جهودكم أنتم يعني كمختصين صياغة يعني عبارات أو مفاهيم أخرى سهل تقليدية لمعالجة هذا النقص السائر في 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 فيما نراه الآن في نظرتنا إلى علم الكلام والعلم الإلهيات وعلم الغيبيات. نقطة واضحة، نمر نقطة. هذا خلاص نقطة واضحة. وأنا أسأل هنا يعني قبل يعني أسأل دكتور. أي محمد. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. مباشرة نمر للاختصار نقطة عامة من خلال العنوان علم الكلام بين العصر الماضي ثم قفزة إلى المستقبل دون تحدية الحاضر والتساؤل أولا هل في الحاضر يعني الأمور واضحة. قالوا البريزون اكزيستو با خاطر إما يكون ماضيا أو يكون مستقبلا. لا تفضل تفضل. أريد أن أتكلم على الحاضر. نعم. ولكن في صلب الموضوع من خلال المفهوم. محمد لمن. في صلب الموضوع مقصد لأن أتحدث عن مقصد أي علم خاصة علم الكلام. باعتقادي في العهد الأول النبوة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان صحابة لم يطرح مثل هذا، ولكن قيل أنه من أجل الرد أو من أجل تحديات مثل ما تحديات الحاضر كانت تحديات في الماضي. ربما من أرباب دليل من أرباب علماء الكلام أبو حامد الغزالي في كتاب في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام بيّن هذا أنه فقط هو وضع للرد على تحديات، لا أريد أن نستعمل مصطلح شبهات، فقط تحديات لأنه شبهات وكأنه نحن ستقعنا في تشكيك، إنما التحديات هو يسألك سؤالا فأنت يجب أن تكون متسلح بعلمه حتى ترد فقط ببرهانه إلى آخره. الآن نحن من المفروض ما أراه أنه هذا يكون في الماضي دون الدخول في موضوع هل علم الكلام نافع أو غير نافع في الماضي، ولكن في الحاضر
ما هي التحديات في الحاضر؟ دوكينز، ستيفن هوكينج الذي توفي منذ فترة، كثير من العلماء يتحدثون عن نظرية العشوائية، وبدأ في الحقيقة في كتابه القيم موقف العقل والعلم والعالم رب العالمين وعباد المرسلين مصطفى صبري في الإجابة نوعا ما، كذلك نظرية التطور إلى آخره، لا أريد أن أطيل. ماذا أعددنا نحن تجديد بالنسبة للدكتور لطفي، أو تجاوز السلبيات ربما أنت طرحتها كسلبيات، فهي موجودة في المساجد هذا واقع، ولكن ربما هذا يتصدى إليه بأمور أخرى في اعتقاد أمور تنظيمية، المسؤولين عن المسجد إلى آخره، سياسية إلى آخره، ولكن في التنظير وفي الدراسة وخاصة الدراسة العليا من المفروض أنه عندما يملأ الفراغ فلا يترك للماضي الحضور، وفي الفراغ موجود، فراغ موجود في الإجابة عن التحديات الحاضرة. ولا أريد أن شكرا محمد، مداخلة أخيرة إذا كان من يريد. طيب تفضل بسرعة. أولا أشكر اسمك الله. اسمي الشيخ تيجاني. تفضل طبعا. وسؤالي قد ذلك، أشكر جميع الأساتذة الفضلاء، وأنا آسف لأنني تأخرت شيئا ما، تأخرنا شيئا. الذي أريد أن أعرف الآن هو أن الأستاذ محمد هنا وضح من خلال كلام الإمام، لا من خلال كلام الغزالي، بأن علم الكلام يهتم بالأمة الناجية وليست الفرقة الناجية. نعم. فإذا كانت الأمة الناجية، أليست كل الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها ناجية؟ فإذا كان يهتم إلى بذلك فقط، فلماذا العلماء يبحثون عن باقي الفرق الضالة؟ لأن قالت أنها يهتم بالأمة الناجية وليست فرقة الناجية، فلماذا الفرقة باقي الفرق الناجية لماذا هم داخلون في هذا الأمر الآن؟ هل أعتذر كان السؤال مفهوم؟ مفهوم. ما أريد أن أوضح فقط هو أن الكلام، أن الغزالي قال أن علم الكلام يهتم بالأمة الناجية وليست الفرقة الناجية. نعم نعم. فإذا كانت أمة ناجية يعني الأمر يقتصر فقط بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت غير ذلك الفرق، باقي الفرق لماذا هم يدخلون في هذا؟ نعم. تسمحون لي بدي أدخل ولا بعد؟ طبعا أنت. أنا أخذ، أنا عندي سؤال. ضروري يا أستاذ. هلا المسألة كلها في تقديري، مسألة كلها في تقديري مسألة منهج، لأن نحن الآن عندما ندرس علم الكلام وندرس الفلسفة، ما هو المعيار الذي في النهاية سنقول به أن هذه المعرفة مفيدة أم غير مفيدة؟ يعني هو القرآن الكريم يقسم العالم إلى عالمين، عالم غيب وعالم الشهادة. التأثر بالفلسفة الإغريقية جعل معظم العلوم الإسلامية القديمة، وهنا مسألة زمنية أقول، غرقت في عالم الغيب، لأن الأسئلة الأولى كانت أسئلة الفلسفة الإغريقية. بدأ النقد مع أبو حامد الغزالي، ومع بعد ذلك مع ابن تيمية، ومع ابن خلدون الذي أسس لعلم الإنسان ولعلم العمران. في تقديري والله أعلم أننا يعني إلى أي حد، أنا سؤال أسأل فقط، إلى أي حد يمكن أن نتحرر أو أن نحرر المعرفة الإسلامية انطلاقا من وضعها في إطار المعرفة القرآنية، أن نجعل القرآن معيارا للعلم؟ يعني السؤال في حد ذاته، ما هو السؤال؟ الله سبحانه وتعالى مثلا عندما قال لنا في القرآن الكريم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لم يمنعنا من السؤال، ولكن قالنا أنكم لن تستطيعوا أن تجيبوا عن هذا السؤال لأنه متعلق بالغيب. ففي تقديري العقل الإسلامي، على كل حال هذه للنقاش، العقل الإسلامي
لا يمكن أن ينتج معرفة إذا ظل غارقا في القضايا الغيبية. لأن القضايا الغيبية الله سبحانه وتعالى قال أن هذا علم معطى، يعني هو وما أوتيتم من العلم إلا قليل، لم يقل وما آتيتم من العلم، قال وما أوتيتم، يعني هو علم معطى من الله. العلم المعطى من الله هو ما تعلق بالغيب. إذن ماذا بقي للإنسان؟ هو العلم بعلم الشهادة. ما هو عالم الشهادة؟ عالم الشهادة هو الإنسان، هو الطبيعة، هو المجتمع. هنا يمكن أن نحرر العلم من الأسئلة التي أغرقته في كثير من يعني القضايا المجردة أو القضايا النظرية التي ليس، ولذلك الناس يتساءلون ما الفائدة من هذا العلم. شكرا، أنا أحيل الكلمة الآن للأساتذة حتى يجيبوا عن الأسئلة التي طرحت، وأعتقد أنها تحتاج إلى توضيح و يعني نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعقيبا على مداخلة الأخ صلاح، يعني ابن خلدون في الحقيقة ركز على الهوية الدفاعية أكثر من تركيز على الهوية المعرفية. أن علم الكلام كان له هوية دفاعية ثم هوية معرفية، لذلك استحدث أو ذهب حتى إلى تعريف التوحيد وربطه بالتصوف ابن خلدون، يعني فتح بابا نحو التصوف والمصالحة مع التصوف وأسس علم جديد. معنى هذا أنه لم يغرق ابن خلدون في الجانب المعرفي. ثانيا بالنسبة لي هذا تقريب ما أردت من فهم من سؤالك، ولو أن أعجبني يعني ودخلتك عندما ربطت بالجانب الإبستيمي والقيامي وإعادة تشكيل العقل وفق هذه المعايير. جميل هذا أخي محمد، قلت التجديد كيف يكون التجديد في الحقيقة؟ من جدد اليوم الشيعة؟ حببت أن كرهت الكتب اليوم التي ندرسها في علم الكلام الجديد هي عند أغلبها عند الشيعة. لماذا؟ لأن توحدوا في مذهب واحد ربما لا أدري، فأنتجوا لنا اليوم أبرز الكتب التي تتحدث عن علم الكلام الجديد. وشو عند الشيعة أهل السنة أو أقول ليس لهم شيء فيه. ما زلنا نعيش في الاجترار والتكرار. لماذا؟ لأننا لم نؤسس بعض لهذا العقل الذي تحدث عنه، عقل جديد يعني يوازي بين المعرفة وبين المستقبل وبين الواقع. حتى أن نقطة هامة علم الكلام هذا علم مستحدث. ما معنى مستحدث؟ فرضته ظروف سياسية واجتماعية، فرضه واقع معين. كيف يمكن أن نعيش علم الكلام وفق تاريخ معين؟ فيجب أن نعيش علم الكلام اليوم بالتحديات التي يعيشها اليوم، هذا المطلوب. فيجب على المتكلم، خاصة أن المتكلم هو الأصولي، لأن ربي يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى خيره. فالعلم بالله أولا والعلم بأمر الله ثانيا. فالأصولي هو الذي ينظر للفقيه طبعا، فالفقيه يرتكز على الأصولي. بتقول مهمة الأصولي هنا صعبة، وهو أن يكون خبيرا بهذا الواقع وبهذا التحدي حتى يؤسس معرفة تواكب هذا الواقع، وحتى نعيد تشكيل العقل المسلم تشكيلا يعني واقعيا. يا أخي ما معنى واقعين؟ يعني يعيش لحظته مع الله ومع الواقع. هذا تقريبا ما رأيت في المداخلات، ولو أنني لم أرى أسئلة، كلها تقريبا مقترحات. وشوف يا أخي إسماعيل، أنا أترى بارك الله فيك، بقي شيء نحن ما زلنا نبحث، والله يؤسفني عندما أدخل أبحث في مسألة فجد هذا يتهم هذا بالحشوية، وهذا يتهم بأنه حبشي، وهذا يقول يتهم كذا، ونحن كلنا من أمة واحدة، أحباش وكذا وكذا، الأشاعرة والحنابل. فلذلك تسلط علينا هؤلاء الوهابين الجدد عندما غرقنا في النظر، فأسسوا وقالوا الفترة تكفينا، نحن نعرف الله بالفترة، فلماذا؟ وهكذا تجاوزوا وذهبوا إلى مسألة أخرى. تالي على كل المسألة، الفكر الأشعري مطالب اليوم بأن يراجع وأن يقف عند كثير من الأمور، يعني صدقا يعني.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا شاكر للإخوة الأفاضل على تفاعلهم مع ما ذكرت في هذه الورقة، وقد أبدأ بالزميل العزيز سيدي محمد قبل أن أعود. أقربون أولو بالمعروف. لا طبعا. آه نعم، وأنت بجانبي لا يمكن أن أتجاوز هذا. فحقيقة عندما يتحدث الأستاذ النصر عن فعلا كيف نخرج من الغيب إلى التاريخ إلى المجتمع إلى الإنسان، يعني كيف بالإمكان أن نعيد صياغة الإنسان وفق هذه الرؤية الربانية القرآنية ونجعل ما يتعلق بالغيب مسلما. أنا فقط عرضي، أنا هذا بل أن سأكشف عن وجه آخر بسبب هذا العرض. سبب العرض هو ما لاحظته من كتابات حول موجة الإلحاد التي تعم العالم الإسلامي، ربما الإخوة ما كيعرفوهاش. فالعالم الإسلامي اليوم يعاني من موجة إلحاد، ولعل الإلحاد في مهبط الوحي الآن يعد أكبر نسبة للإلحاد في هذا المكان عبر تقارير، بحيث أن هنالك الآن مؤسسات رصدت لها الأموال الطائلة فقط لمعرفة ماذا يحصل. إذن مشكلة الآن مشكلة الإيمان، مشكلة مركزية في هذا الزمان. فلذلك مناقشتي لموضوع النظر والنظر ما يخفيه مفهوم النظر من آليات استدلالية يجب، ليس ينبغي، الوجوب يجب أن تتعلم وتضبط وتكون عبارة عن كراسات تقدم لمتعلمين في مؤسساتنا حتى نستطيع أن نتخطى ولو جزئيا هذا الذي يحصل في مجتمع. عندما أقول موجة الإلحاد لا تعدد على المؤسسات الحزبية ذات النزوع اليساري المادي، لا، الفكر الوضعي هذا وحده. الآن إلحاد صريح أن قد يكون الشخص يساريا ولكن هو يتعدى للآخر، ونعرف زملاء وأصدقاء لهم ميولات يسارية ويصلون مع الجموع بما لا يعتقد. الآن هناك موجة لا اعتقاد، أسبابها هل هي نفسية اجتماعية كذا، بمعنى الآن سؤال الاعتقاد سؤال الإيمان لا زال مطروحا، بل هو مطروح اليوم أكثر من أي وقت مضى. ومن أراد أن يعرف فليدخل ليعرف عدد الملحدين من الشباب في العالم الإسلامي في هذه اللحظة. إذن هنا يصبح أمر معالجة الآن عقائد المؤمنين عقائد الناس، كيف نمكن هؤلاء من إعادة لا أقول إعادتهم ولكن فقط تمكينهم من آليات للتأمل علّه يحظى بفرصة للاقتناع وللخروج من هذه الأزمة. هذه النقطة. ولكن إذا تحقق هذا الأمر وخرجنا إلى هذا النموذج الذي نترقبه، لما لا إداك ممكن الخروج من دائرة الغيب. وهذا هو المفكر حسن حنفي كتب كثيرا فالإنسان مفهوم التوحيد كيف يكون على صعيد المجتمع، مفهوم يعني كيف بالإمكان تنزيل هذه المعاني العقدية ولكن من منظور آخر وبخلفية أخرى وبروح أخرى. لكن يمكن أن نحارب الإلحاد بتكريم الإنسان. إذن صح. وإذن الآن كيف السبيل إلا حتى التكريم المادي؟ حتى إذا قلنا التكريم هنا سندخل في إشكال المصطلح. أنا إن كيف التكريم ما هو مادي؟ إذا قلت لك بأن هؤلاء حتى الترقي الروحي ها إحنا إذا قلنا نجمع بين الاثنين إذا جمعنا بين أنا متفق لا لكن لا نستطيع أن نرقي جائعا. صحيح. ولذلك أنا لما أعطيت المثال قلت بأن موجة الإلحاد في أكبر نسبة لا توجد في البلاد الفقيرة ولكن في البلاد الثراء الفاحش. إذن هذا إشكال، يعني أن الربط بين الفقر العقدي والفقر الاجتماعي أمراني قد لا يتلازمان. إذن هذه ملاحظتي، ولكن سؤالك فعلا سؤال واقعي ويكشف عن وجه آخر لهذه العلاقة بين. بالنسبة للزميل العزيز الأستاذ السي صلاح، أنا متفق معه، لأن فيما يتعلق بالتعريف، أولا نحن في النظر الفلسفي دائما نركز على مسألة مهمة، وأن الفلسفة لا بد لها من حضن،
وحضنها هو سياقها، سياق ثقافي، سياق لغوي، سياق اجتماعي، سياق نفسي. خارج هذه السياقات لا يمكنك أصلا أن تعطي مفهوما فلسفيا، لأن حتى المفاهيم الفلسفية تتطور بتطور هذه السياقات. فلا يمكنك مثلا إخراج مفهوم الوجودية من زمانها مع سارت. إذا أخرجتها لن تفهم لماذا سارت انتهى إلى هذه الفلسفة بالضبط، إلى انتهى إلى هذه الفلسفة الوجودية. ولذلك أنا عندما اخترت هذا التعريف، تعريف ابن خلدون الذي هو التعريف بالحجاج، الحجاج أنا طبعا أنا أتمم ما قاله الأستاذ لطفي، لأن مسألة الدفاع ليس الدفاع يقتضي مضمون، يقتضي معرفة. لا يمكنك أن تدافع عن شيء، عن ماذا ستدافع؟ بماذا ستدافع؟ أنا في البداية بدأت بفكرة أساسية، قلت بأن الحجاج يقتضي مادة الدليل ويقتضي صورة الدليل. أين هي مادة الدليل حتى تقول حتى نعزل مفهوم الحجاج عن مفهوم المضمون؟ هذا لا يستقيم، وإلا ستصبح عباراتنا شيء شكل من أشكال المتواليات الفارغة التي لا قيمة لها. ولذلك أنا عندما أتحدث عن مادة الدليل أتحدث عن معرفة، وأتحدث عن معرفة في رتبة من الرتب المعينة، بمعنى أتحدث عن المعرفة القطعية، المعرفة التي ترقى إلى اليقين. هذه المعرفة التي يسلم بها خصمي هي التي بمقتضاها أبني دليلا وأجعل كلامي استدلالا للرد على غيري. هذا فقط لأوضح بأن مفهوم المنطق ويتغلغل في الثقافة الإسلامية. ثانيا هذه مسألة يعني بدون الحجاج لا معرفة، ندخل في منطق الحجاج بالضبط السيف. لأن جميل سيدي، وهنا سأستقي عبارة، إما نحن بين دائرتين، إما الإقناع أو الإقناع. أيوة نعم، إثنان، إما إقناع بالنون أو إقناع بالحجاجية. وإذا فليس لك إلا أن تختار الإقناع عوض الإقناع. هذه مسألة. مسألة ثانية، مسألة الرد على المبتدع المنحرفين. هذا من ابن خلدون كان ذكيا، لأن ابن خلدون هو خلفيته أشعرية، فهو عندما يقول رد على المبتدع المنحرفين عن ملة السلف وأهل السنة هو يقصد المعتزلة. وبالتالي السياق، احنا نرجعوا للحضن، الحضن المنتج للمعرفة، السياق الزمني كان يقضي بأن يكون هنالك من يدافع عن هو بالنسبة إليه عقائد. لماذا؟ لأن الخطأ الذي وقع فيه المعتزلة هو ليس المعتزلة، ولكن هو خطأ وقع فيه جزئية المعتزلة، ولكن تأويلات الغير لأفكار المعتزلة أساءت الكثير من الأفكار. مثلا في مفهوم الضرورة، مفهوم الصلاح والأصلح، ذلك يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، هذاك الوجوب، الوجوب المنطقي وليس الوجوب المضموني. بمعنى أنه إذا كنت تقول بأن إذا فعل فلان الخير وجبت له الجنة، ينبغي أن تطرد هذه القاعدة، وإن لم تطرد فليست قاعدة منطقية. فبالتالي يصبح النقاش تحول من النقاش إلى فهم الضرورة المنطقية وهي ضرورة صحيحة، إلى النقاش في الضرورة المضمونية وهذا غير صحيح، فانقلب الأمر على أفكار المتحدة. وقد كتبنا في هذا الأمر شيء كثير، إن مفهوم الضرورة لم يفهم بتاتا في الثقافة، فهم على عكس من حقيقته وانتهى إلى تدمير إلى الآن. أنا أقول أنا عندما أقل إلى الآن. مسألة أخرى سيدي، هذا هو عندما تحدثت عن مفهوم الإيمان والاعتقاد، عندما أقول الإيمان فأنا في مستوى معين، لأن ما الإيمان؟ الإيمان هو التصديق. ولكن عندما أقول الاعتقاد هنا رتبة من مراتب اليقين، بمعنى أن العقل أن التصديق لا يمكن أن يكون في مجال العقل، في مجال الإيمان بالربوبية والألوهية، إلا متى كان قطعيا، فلا تعبد بالظنون. الدليل على ذلك، نرجعوا دابا الآن مع ديكارت. مع ديكارت فهم ليكي بوسيبل إذا أخذ بدون مرجح لا يمكنك أصلا أن تعتقد. بماذا ستعتقد؟ إذا اعتقدت بأن المسيحية واليهودية والإسلام أديان متكافئة، فاختر يا أخي اليهودية لماذا أنت مسلم، واختر لي المسيحية لماذا أنت مسلم. لا يمكن. فلذلك إذا قلت بليكي بوسيبل معنى ذلك أنك لا تؤمن بشيء،
ولكن لا بد أن تجعل عقيدة ما هي الأعلى وهي الأرجح وهي في اعتقادك أنت هي الأولى بالاتباع، ولتترك لغيرك أن يعتقد ما شاء في عقيدته. فليقل أنا كافر، أنا لا يضرني هذا الأمر، فليقل أنا كافر لا يهم، ولكن الذي يهم هو ماذا أعتقد أنا، وإلا سقطت في مبدأ التكافؤ، وفي غياب أدلة الترجيح سأكون غير معتقد أصلا لا عقيدة. فالذي اعتقد بأن كل الأديان متكافئة فليعلم أنه لا يعتقد شيئا، لأنه يسلم بأنها متكافئة ولا يبين مداخل اختيار هذا المعتقد، لأن فهم الاختيار أصلا يقوم على مبدأ التعدد. ولتعلموا إخوتي بأن فهم الاختيار أصلا هو الاختيار أصله من الخير، لاحظوا اختيار خير، فالاختيار هو ما يختاره الإنسان، الاختيار أن يختار الإنسان ما كان خيرا على الحقيقة أو خيرا على سبيل المجاز. فإذا انت فهم الاختيار بشكل الأخ نتكلم على الفطرة، هذه هي الموجه، وعندما يكون العملية الاختيار بأن الفطرة توجهك إلى الخير في مقابل الميول والركون إلى الشرور، هذه مسألة. فإذا عندما نتحدث عن الإيمان والعقيدة هو كعلماء كانوا يفكرون على هذا بأن واحد رتبة من رتب اليقين يتحقق معها القطع ويدفع الاحتمال، لأن إن لم تقطع فاعلم أنك واقع في الاحتمال، ومتى وقعت في الاحتمال فأنت شاك، ولا يمكن أن يعبد الله تعالى بالشكوك، فمن يشك في عقيدته فكأنه لا يعتقد، وهذه نتيجة خطيرة جدا. ولذلك ذكرت مسألة النظر، لأننا أستشكل ليس فقط من منطلق أنني أتحدث عن مضامين كلامي أحكي عنها، ولكن أنا أستشكل القضايا الكلامية على النحو الذي ظهرت في نصوص المحققين من علمائنا الأفاضل، وقد قدموا خدمة جليلة لنا، ها نحن الآن نتذاكرها بنحو من العلم. مسألة المنطق كذلك ما ذكر بالنسبة لمزيد واحد الفكرة، هو أن عندما نتحدث عن المنطق الرياضي والمنطق الكلام، أنا أعطيك مثال في علم الكلام، الأستاذ ديالنا في علم الكلام كيتكلم كنقولوا مثلا واحد الحجة كلامية معروفة عند المكتب، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، الكل يرددها. الآن في المفهوم للمنطق، في المنطق مع فريغي، هذه القضية وكل متغير حادث هذه عبارة باطلة. ما وجوه بطلانها؟ وجوه بطلانها هو أن القضية هي ليست قضية حملية، هي قضية شرطية، هي تقول إن وجد متغير فهذا المتغير حادث، والقضية الشرطية أصلا لا وجود لها، لا وجود لها، لأن ما الشرط؟ الشرط هو تقدير صدق التالي على صدق المقدم، ولا ينتج إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التبين من وجوه صدق المقدم، إذاك يصدق التالي. الآن مع فريغي ماذا فعل؟ قال لنا بأن ما تعتقدون بأنه قضايا حملية هي كلها قضايا شرطية، بمعنى قضايا غير وجودية وإنما قضايا افتراضية فحسب. مسألة التقليد في العبادة ما ذكره الأستاذ الجليل الدكتور الأستاذ ديالنا سيدي حسن، إن شاء الله ستكون دكتورا، أنا كنقول لها سي حسن أنت طرحت مسألة العبادة، مسألة العبادة هذا أمر، لأن العبادة هي خطوة ثانية، أن نحن لا نعبد إلا بعد أن نعتقد. إذا سؤال العقيدة أولا وبعد ذلك فلذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وخذوا عني مناسككم، هذا توجيه. لماذا؟ لأن عندنا في العبادة قاعدة. ما هي القاعدة؟ إن الله لا يعبد إلا بما شرع، انتهى. لأن العبادة ليس فيها، ولكن العقيدة فيها بناء، فيها بناء. العبادة ليس فيها بناء، العبادة معطى والعقائد مبنى، ولذلك نحن مطالبين ببناء العقيدة والتعاطي مع العبادة كما هي، لأن العبادة الخروج عنها بدعة. ولكن هذا الأمر المتعلق بالعقائد عند علمائنا الأقدمين لم يفكروا على هذا النحو، بل كانت هناك أطروحات خطيرة تمارسوا على مستوى الفكر العقائدي، وبالتالي كان من الواجب أن يتصدوا
لهذه هي لانه خصنا نعرفوا ما فعله الغنوص الفارسي في العقائد ديالو، راه كان سيدمر عقائد المسلمين. عرفتوا الجيل ملي كنتكلموا على الامام الغزالي هذا الرجل العظيم، كنعرف الخطوره اللي امل من اللي كتب كتاب فضائح الباطنيه ونصرة المستضيرين. الرجل كان مهددا في حياته لان الظاهريه كانت تترى، ما الظاهريه؟ الظاهريه مفهوم النبوه انتهى، يعني ان النبوه تتجدد في شخص الامام، معنى ذلك ان ركن اصيل اللي هو كتاب النبوات في الاسلام سيصبح موضوعا ملغى ما دام ان النبوه هناك سر توارث النبوه، وهذا امر خطير جدا. فما كان من الامام الغزالي رحمه الله الا ان تصدى في هذا الامر وفي العديد من الخطا الذي وقع في تقديري للسبب، ولكن مجانبته للصوف اعتقادي امام هذا المفهوم فهم النظر، هو لما قال بالاقتصاد في الاعتقاد إلجام العوام فيه، هذا كان من الاخطاء التي اوقعت الامه في نوع من الضلالات والجهلات في مساله بناء المعتقد. لان بناء اي شخص لا يمكن ان ينطلق الى الخضوع، لان شنو الدين شنو الاسلام هو الخضوع، لا يمكن للانسان ان يخضع لامر من الامور ما لم يعتقده. ولذلك حنا في تاريخ القران الكريم عندنا 13 سنه اللي عندنا في مكه كلها تقوم، هذا معروف دابا من المعارف العامه، على تقويم العقيده. وبالتالي هذه المزاوجه بين العطاء والبناء ينبغي ان تظهر، ولا تظهر بشكل جلي واضح الا في مجال الكلاميات. انا كتبت مقاله مره في هذا في المغرب سميت من اجل اعاده الانسان الى الى الى, إلى الكلاميات، وكان هذا المحور لدينا. عندنا بالنسبه للغزالي الجامع العوام من اخواننا شيخ الجامع، اعتقد ان انا اعتذر اذا كنت لم اقل. بالنسبه للاخ الذي سال اخيرا عن الفرقه الناجيه وكذا، انا لم اتكلم في الفرقه الناجيه، واحيل النظر فيها الى زميلي السلطفي فليتكلم فيها، لان انا هو الذي ذكر حديث الفرقه الناجيه وكذا. لا سؤالك في الواقع انت تحدثت عن سؤال نجاح الامه، والذي اذا المخالفين للامه في العقائد ما يعني الموضوع كيف نرد عليهم؟ وانا اشكركم اولا واخيرا على هذا. يعني الفرق التي ليست من المسلمين. هذا سؤال المحاضره القادمه. لا لا طيب، ربما لما انتبه جيدا الى سؤاله لما يعني المخالفين للمسلمين، يعني نتواصل معهم بالجدال. لا كموضوع للتفكير يعني يقصد. يعني اذا قلنا ان موضوع علم الكلام هو نجاة الامه. نعم. والامه هي الامه الاسلاميه. كيف سنفكر في العقائد الاخرى اللي هي خارج الاطار الاسلامي؟ اشار الى كيف العقيده الاسلاميه تتواصل مع العقائد الاخرى. يعني كمومة يعني في إطار الحوار، إطار التواصل. ولأهل الكتاب ولأهل الاجتماع. طبعا نحن إذا أسسنا مفهوم للإنسان فبالتالي هذا الإنسان سيتواصل، يعني الإنسان وفق هذه المفاهيم الجديدة سيكون ربما نحقق مفهوما جديدا للإنسان يا سيدي، ربما يفوق حتى مفهوم الحداثة اليوم، الذي لأن ليس هذا مفهوم مطلق، هو مفهوم نسبي. فنحن اليوم غارقون في مطلقات، ونحن يمكن أن نؤسس لمفهوم جديد يكون بديلا على ما على السائد اليوم. لعله يقصد أنه نحن ليس فقط نريد أن ننجي الأمة، لكن يمكن أن نبحث عن المشترك الإنساني. لا. الذي يمكن ينجي الإنسانية كلها. هذا مقصود. دعنا في شأننا صح. نحن يعني حتى نفضل مشكلتنا نحن أهل السنة بحد ذاته. طيب سمحت نعم. ربما لم تفهموا سؤالي جيدا. نعم. هذا كان هناك، هو ذكر نقل كلمتين أو ثلاثة من إمام الغزالي، قال في الأول في الثاني أنه كانت أعتقد التقليد في مجال العقائد مرفوض، وفي الثالث بطلان الدليل يؤذن أو يجيز لنا الأقول ببطلان الاستدلال. هذا الذي كنت أتكلم معه.
نعم سمعته عنكم. لا أنت سمعت مني كلاما هو هذا، أنا أجيبك عن هذا الكلام لنفهم الأمة والحديث والفرقة الناجية. أنا لم أتحدث عن تحدث عن بخصوص هذا الموضوع، أنت كنت تقصد هذا الكلام. الذي لم أفهمه هنا هو أنه قالت قال هنا أن الفرقة الناجية، أن العلم الكلام، أن العلم الكلام يهتم بالأمة الناجية وليست الفرقة الناجية. قلت إذن إذا كانت الفرقة الناجية هذه داخلة في الأمة الناجية، لأن الأمة كلها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت يهتم بالأمة الناجية فقط فلا داعي أن تهتم بالفرقة الناجية، فهذا أصلا لا يحتاج إليه. هو مضمن فيها. هذا اللي تريد أن مفهوم. فقط أنا لما تحدثت عن أقوال الإمام الغزالي هي هو هذا التصور العام في التصنيف. إمام ابن خلدون هو الذي ذكر هذه المراحل، بطلان الدليل مودن وأن الاعتقاد، هذه أمور منهجية تتعلق بكيفية بناء العقائد، وعلماء الكلام اهتموا بهذا الجانب كثيرا، كانوا يهتمون بالمضمون لنفهم الفرقة الناجية هذا مضمون، ولكن الذي كان يشغلني هو كيف تبنى العقائد، كيفية بناء العقيدة على نحو تكون مع هذه العقيدة ممكن أن تقنع الغير. طبعا أنا هنا فقط إذا سمعت كلمة هو أن واحد الآخر ما عرفش كتكلم على التقريب، وهذا مفهوم جميل أنا أشكرك عليه، أن هذا اللي كنت كان بحثه هو أن مفهوم التقريب حتى نصل إلى مفهوم الأمة الناجية هو مفهوم التقريب، هذا مفهوم مركزي. ما التقريب؟ التقريب عند علماء المنهجية يقولون هو الإتيان بمقدمات تفيد المطلوب. الإتيان بمقدمات تفيد المطلوب، معنى الإتيان بمقدمات تفيد، بمعنى أنك لا تختار من المقدمات ومن مواد القضايا إلا ما كان متاحا للسامع، لكي نخرج إلى هذا المفهوم الأوسع. وما هو متاح للسامع هذا يحتاج إلى جهد كبير. ما هو هذا الجهد؟ هو أن تتحول المعرفة من معرفة عالمة متعالية إلى معرفة بيداغوجية مدرسية ممكن أن نصل بها إلى المتلقي، وهو ما قام به ابن حزم في كتابه التقرير إلى حد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. نحن نطرح عنا في المغرب هذا، أنا مرة أعرفه أن رئيس المجلس العلمي الأعلى السي محمد يوسف هو أستاذي، فمرة جالسني يقول أنتم ينبغي أن تجتهدوا في صياغة كراسات في العقائد وكذا حتى تصل إلى الناس، الناس يتعبدون ولكن لا يعرفون شيئا حقيقة عن هذا. دابا نحن في المغرب نقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيدي السالكي، قل له ما الأشعرية؟ قل لك ما أدري. وما الجنيدية؟ لا أدري. وأنت عندك من ما نسميه نحن في كلامنا في المغرب من التوابت الوطنية، وكيف توابت وطنية عقدية يكون فيها نوع من الغموض، سيكون فيه تقريب ويكون كذا. فلذلك التقريب ضروري وهو جهد، وبهذا التقريب نصل إلى هذا الفضاء العام الذي يمس جميع المخاطبين. والسلام عليكم، وأنا أشكر السيد الرئيس على رحابة صدري. أختم فأقول على كلنا علم الكلام يعني هو العلم الوحيد الذي ربما سيذهب معنا حتى بعد يعني ينتقل معنا حتى الآخرة في أصول الإيمان، لأننا حتى أرغبكم بذلك في الأصول الثلاثة. تسأل عن ماذا؟ عن ما هو من ربك من دينك وما هو نبيك، بالتالي نحن مضطرون إلى معرفته حتى شكرا نحقق النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. شكرا بارك الله فيكم، احنا لابد نضع حد لهذه الجلسة الممتعة حقيقة. أشكر الأساتذة وإن شاء الله نجدد اللقاء في موضوعات أخرى. بارك الله فيكم وشكرا وبارك الله فيكم وإلى اللقاء.